مشاهدي الوطنية الأولى أوفياء البرنامج الاجتماعي رأي كاسلح، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد. اليوم حديثنا باش يكون على ظاهرة ومرض يعاني منها العديد من المجتمعات، ألا وهي السمنة. شنية أسباب السمنة؟ كيفاش ينظر المجتمع التونسي للبدين وكيفية التخلص من السمنة؟ نذكر أنكم تنجموا تتواصلوا معنا في المباشر على الرقم الهاتفي الموضوع على ذمتكم 71-848-808، وإلا على الباش فيسبوك رأيك أصلح، إذا كان عندك ما تقول في الموضوع هذا، ولا إذا كان تعيش تجربة، ولا إذا كان تلوج على حلول للتخلص من السمنة. موضوعنا اليوم كالعادة يحضروا فيه ثقلة من الأخصائيين اللي باش يعاونونا في التحليل وفي النقاش، كما كل نهار ثلاث تحضر معنا سلمى بن عبد الله أخصائية في علم النفس، أهلا وسهلا سلمى. كما كل نهار ثلاث زادة يحضر معنا سامي أخصائي في علم الاجتماع، مرحبا بك. يحضر معنا اليوم للمرة الأولى سي خليل بوزيان، مدرب معتمد في الاتصال وريادة الأعمال، أهلا وسهلا. وتحضر معنا البجعة الجميلة وتصفيقة كبيرة على حنان الشجراني. انت تقدم ولا جلدي شوك؟ قلت الاحاطه والمرض ما ادري شنو، قلت شبيني كان نحس في روحي كا. هو انت كا لكن روحي كا. انت كا اما كا ايجابي حنان، على خاطر باش نعطيه ودفع للناس اللي تعاني من السمنه واللي ديما فما الا حلول. لكن مهم قبل ما ننطلقوا في النقاش ان نوضحوا مفهوم السمنه والا البدانه، خاطر برشا ناس تقول انه البدانه هو الزياده في الزياده في الوزن هو ماهوش مرض، لكن البدانه هو باش يولي مرض. شكون فيكم عنده المفهوم الصحيح للسمنه؟ سلمى. السمنه هي نعتبروها كل زياده في الوزن باكثر من 20% من الوزن معناتها المثالي للشخص، وال 20% هذوما من زياده في الوزن لازم تكون زياده في الشحم. دونك وعاده ما تكون الاسباب نتاعها اسباب مرضيه هرمونيه، وفما العديد من الاسباب النفسيه اللي توصل للسمنه. ما انت تقولي هنايا 20% من الوزن العادي، كيفاش نجم نعرف انا الوزن العادي باش نعرف اللي انا عندي زياده في الوزن؟ هي حسب اخصائيين التغذيه، ما نجمش نحكي خير منهم، لكن فما انديس دو ماس كوربوريل، معناتها فما معناتها رقم يتحسب معناتها حسب عمليات حسابيه باش يعطي الوزن المثالي نتاع الشخص حسب الطول نتاعو وحسب الوزن نتاعو. دونك كل شخص عنده الوزن المثالي نتاعو، اذا كان زاد اكثر من 20% ما يساوي او يفوق ال 20% من الوزن هذاك بقيمه الشحم، دونك هنا نحكيو على البدانه والسمنه. على كل حال احنا المفهوم او خاصة بالنسبة للوزن المثالي سلمى باش نزيدوا نوضحوه، على خاطر فما عملية حسابية دقيقة تتعمل، تكون معنا بعد أخصائية في التغذية باش تفسر لنا كيفاش نجموا نحسبوا. دونك إذا كان عبد شاكك هكا ممكن سمينة شوية، ولا عنده هكا تريف بدينة ويحب يثبت روحه دان ليميت ولا فات شوية، ينجم يقعد معنا، خاطر من بعد باش ناخذوا أخصائية في التغذية باش تزيد توضح لنا. حاسب علم الناس فماش مفهوم للسمنة سامي؟ علم الاجتماع مش علم الاجتماع. بالنسبة للشيء اللي يهم في علم الاجتماع هو مش السمنة في حد ذاتها، بل كيفاش يتعامل معه المجتمع، وإذا كان شخص هو سمين ويحب ينقص شنو هو الشيء اللي يدفعه، هل أنه هو معناه رغبة منه أم أن المجتمع هو اللي فرض عليه. في نفس الوقت زاد علم الاجتماع يدرس ظاهرة السمنة من خلال معايير الجمال، هل أن مثلا يعني الجمال بين المقاييس وبين المعايير نتاعه هو كونه شخص ما يكونش سمين، ولأنه هالمعيار هذا ثابت ولا لا، ولأنه هذا المعيار موجود في كل المجتمعات بنفس الدرجة. إذا الإشكالية في علم المجتمع، لذلك وقت اللي يعرفوا السمنة يقول لك هو شكل من أشكال التمظهر الجسدي اللي يساهم في عملية التفاعل الاجتماعي داخل المجتمع، سواء كان قبولا أو رفضا، وخاصة في تحديد يعني خاصة وفق تحديد مفهوم الجمال. يعني نجم يكون شخص سمين الناس تقبلوا، كيما نجم يكون شخص سمين في مجتمع اخر الناس ترفضوا كومبليتومون. على كل حال احنا باش نجيو لهذا الكل باش نشوفوا معايير الجمال اللي ندرات غيرت من قبل، التوا باش نجيو زاد الاسباب السمنه
وكما قلنا التمظهر ولا المخالفات نتاع السمنه على الشخص وعلى الناس اللي دايرين به. قبل ما نخليكم تتفرجوا في الميكرو تروتوار وراي الناس فيما يخص البدانه، باش نعطيكم عندي جوج مفاهيم. يقول لك مفهوم السمنه هو مرض يتمثل في زياده مفرطه في نسبه الشحوم في البدن. باغ كونتر مفهوم الزياده في الوزن هي نسبه الشحوم موجوده اكثر من العادي في البدن لكن دون الوصول الى خطر، بيان كو اليوم راهو 40% من النساء في تونس يعانين من السمنه. نمشيو للميكرو تروتوار والحديث بقيه. تفضل. نقول لك السمنه، السمنه ماهيش باهي بالكل، ماهيش باهي. انا مخلقتني السمنه، انا كل ما نمشي نعدي نقولها لاباس عليها ما نحس حتى بشيء، تقول لي اعمل ريجي، وريجي ما نجمتوش. حاجه خايبه السمنه، تعمل مرض غرز الدم والسكر، الامراض الكل تجيبها السمنه. حتى باش تلبس حاجه، باش تلبس حاجه كي تبدا سمين ما تجيكش باهيه. السمنه واحد يكثر من عشاء الليل يولي سمين. خبز، برشا حاجات مش باهي السمنه. واحد كي يولي كبير في العمر تنجم ما تساعدوش برشا. السمنه هي معناها امراض متعدده، سكر، دم، برشا حاجات، برشا. السمنه هي اللي هي الامراض بحد ذاتها. كي نقول لك السمنه، السمنه هاني سمينه انا عادي نورمال. باهي السمنه؟ باهي وخايبه، خايبه في المرض. مرض؟ اي ديجا كنت انا بصحتي وضعفتك، نعرف معناه. ترى في روحك هكا خير بالطبيعه، الواحد قد ما يضعف قد ما خير بالطبيعه. اخف حتى في الفكر، في الجسم، في كل شيء، ومام طون يمنع روحه من الامراض، يبعد على توسكي معناها سرطان، امراض السمنه اللي هي الدم والسكر وكل شيء معناه. نفضل واحد يكون له سمين وله ضعيف. انا نفرح ساعات يقولوا لي ضعفت، نفرح. يا مؤلم في بلد يفتقر أهله إلى الأكل، نرى شعبه كلهم انتفخوا، من أين هذا الانتفاخ؟ لا أدري. على كل حال تحية لزميلتنا سهام السيفي ولكل فريقكم. شفتوا نهارتها تبارك الله المطر تجبد خيتين من السماء، ورغم هذا معناها وفروا الفيتير هذايا. كان هذا رأي الناس، نحب ناخذ تعليقكم. هات نبدأ بك أنت حنان. نعم. شو رأيك في السمنة؟ أنا ما نعرفهاش سمون وسمان. صفا أنت سمان لاباس متفرجي في حياتكم؟ كنت بطل. أنا والله إيش نقول لك، عندي إكسبيريونس. هما يقولوا سمنة، هما يخلي يقولوا وش يهم. أنا عمري ما حسيت روحي أنا سمينة بالله. اقسم بالله ما علاش عملت. نقول لك علاش، عمري ما حسيت روحي انا سمينه، معناها متقلقه من بدني والا من شكلي. بالعكس، بالمناسبه نحب نقدم تحيه لبدني اللي وقف معايا واللي هو سي جراسة بدني. انا خدمت وتعرفت وعرفني الشارع التونسي، وجراسة بدن حنان شكراني. شويه بليز اموال المشهد الاعلامي تبدل شويه، معناها ولينا شوفوا مراه سمينه تشد ميكرو وتمشي تدور في الشارع والا تظهر في ايميسيون تنشط. معناها سي بي عملت حاجه بيا ولا لا يا جمهور؟ الحمد لله. مي شنو الحاجه اللي قلقتني انا؟ قلقتني ركبتي شويه وساعات لي فور، مش في شكلي، في نحب نعمل ايفور اكثر، ونحب نعمل برشا مسرح، ونحب مازلت نحب نخدم ونحب كذا. لقيت روحي تقلقت شويه. وشكون وما كنتش نخمم فيها برشا، راه شكون سكن لي في مخي؟ الطبيب اللي هو سي تنمي صديق معناها ومحليه، وكانت عندي فيه ثقه كبيره. قال لي اعمل الحكايه هذيا وتو تشوف وتو باش تتحسن، وباش يجوك ادوار اخرين وتتبدل كذا. تو ما جاوش الادوار يا دكتور، هاني 25 كيلو نقصت. على كل حال التجربه اللي عشتها حنان تو نرجعوا لها، خاطر كما قلنا كيفاش كل واحد كيفاش يراه كيفاش ينجم يتخلص من اختي بنين الماكله. اقسم بالله انا احساس غير عادي كي نبدا ناكل. والله مصدقتك يا حنان. نحب الماكله والله مصدقتك. انا بعد العملية نبكي على الدلاع، اقسم بالله والله بالحق. سي خليل، كما قلنا سيادتك مدرب معتمد في الاتصال ورياده الاعمال، لكن انا باش نحل بارونتيز للناس اللي ما تعرفش يمكن من قريب خليل، ويمكن ما تصدقش. معناها مثال هشام عمل لنا هكا بلان به على خليل. كي نقول لكم السيد هذايا نقص قداش؟ 25 كيلو. أقل حاجه. ما قول لنا كيفاش. كيفاش بالرياضه؟ ممارسه الرياضه كل يوم. أتمارس الرياضه كثيرا؟ وليت الرياضه ملي هبطت من كندا، كنت نعيش في كندا 14 سنه، هبطت لكندا لقيت برشا توتر في 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 المعامله مع الناس، تزمير في الشارع، الاعصاب، الواحد يعطي كلمه ما يجيش. دونك قلت لازمني نلقى حل باش الستريس اللي نعدي. زمروا عليك انت خاطر سمينه؟
لا لا ليك تبدا في بالي تجعد خاطر احنا في تونس نورمال نقبلوا السماء. خلينا انا سؤالي اللي يهمني هنايا اسكو الخيار جاي معناها بقناعتك انت ولا خاطر هنا باش نحكي شويه على نظره المجتمع للشخص البدين؟ معناها كنت تحس روحك انت متقلق ولا كنت متقلق اكثر من غزره الناس اللي تعرفهم والناس المحيطين بيك؟ انا ما كنتش مهتم بالشيء وما كنتش في بالي كيما انت قلت شنو هي سمنه. سمنه ما تشلقش بها اللي انت سمين ما تشلقش لما بدنك بالرسمي. بدنك يولي ما عادش يجاوبك في في الرياضه ولا حتى في تعاطيك في اليوم معناها العادي. ما كنتش في بالي شلقت وقت مشيت عملت شفت لانديس اللي حكيت عليه. حس بدنك سامحني ما يجاوبش ما يديك تجاوب. البدن ذي ما يجاوبش ما يدين تجاوب. اسهل حاجه انك تاكل بالرسمي تزيد تاكل نقمه في نفسك. صحيح. ونهار اللي بديت بممارسه الرياضه كان قرار شخصي وكي شلقت انا كنت محروم من برشا حاجات في حياتي. وليت كل يوم نمارس رياضه والجسد والشحم بدا ينقص بشويه بشويه. شنو لي رمارك اللي يمكن تقالوا لك ا مومون دوني معناها خليل وقت اللي انت كنت بصحتك؟ معناها شنو الحاجات اللي قلقوك معناها في تجربتك الخاصه ولا ملاحظات جاوا من الناس مقربين لك انت واللي ما تنساهمش؟ معناها يمكن كانوا هما حافز اللي خلاوك انت تزيد تتشجع وتعمل الرياضه. ما نتذكرش حاجة كانت وجعتني ولا شجعتني باش نعمل الرياضة خاطر نتذكر اللي مادامني أنا ما في باليش بروحي سمين. حتى اللي كانوا بحذايا ونتعامل معهم في بالهمش اليوم سمين وكانوا سمين. أنا قليل حتى توا الظاهرة جديدة في تونس نتاع لي سال دو سبور قاعات الرياضة تتسمى ظاهرة جديدة ومن أكثر في أكثر عباد قاعدين يمشيوا يبداوا ترينيو خاطر يشوفوا اللي نهارهم يكون أحسن. على ذكر الكلام اللي مساش نقول أنا نتكلم خليه يكمل يا حنان. لا مساش ما هو خاطر خليه يكمل صغيرون. لا ثم كلام يجرح فما كلام يرجع. انا مثلا نحكي على نفسي سامحني خليل سي انا مثلا استاذ مسرح وممثله معناها متجاوزه برشا عقد. فما كلام يجرح المجتمع التونسي فما افراد في المجتمع ما يرحموش. مثلا هزك الشيء شنو الشيء؟ يعجبك شيء تو وتبدا بتعدي في الطريق مرا بصحتها ولا راجل بصحته برا هزك شيء وتعدى كلمه تجرح. انا مثلا نرجع في الشارع نورمال هايبي انت قولوا شيء في مخك الامكانيه باش ترجع فما كلمه اخرى توجعني برشا نتاع يزيك تبدأ في الدار يزيك يعقدوا الفازات هذوما يعقدوا. انا معناها الحاجات هذوما قاعده تضمنيه ومن الحاجات اللي خلتني زادا هو ليه تعرف شنو فما حاجه اللي انا جلبتني في الميكرو تروتوار وماذا بيا تعلق عليها سامي. تحس انه المجتمع تبدل شويه. مثلا قبل المراه اللي بصحتها هي المراه المزيانه. المراه كانت تختار الكنه نتاعها في الحمام وماذا بيها تبدا نقولوا نحن مربربه شويه معناها بلهجتنا تونسيه. توا نحسوا حتى معناها الناس الكبار شويه في الميكرو تروتوار نحسوا كانه الناس الكل متفقين انه السمنه حاجه مش باهيه. ما نعرفش اذا وقفت عليه في الميكرو تروتوار ولا لا. اكيد يعني تقريبا القسم مشترك بين الكل باستثناء واحده برك اللي قالت لك عادي. الكل معنا اجمعوا كونه السمنه حاجه خايبه مع انه قبل ما كانش يتقال كونه حاجه خايبه. ديجا معنا الحاجه اللي يهمنا هو كونه مفهوم الجمال في تونس تغير. السؤال اللي تطرح علاش تغير وكيفاش تغير قبل من نلسي والهايفه والجماعه بالضبط. لكن قبل ما نجيبوا لازم ناخذوا حاجه كونه راهو مفهومنا للسمنه راهو ماهوش حاجه ستوندار. هذا هو مفهوم علمي مفهوم ينطبق على كل شيء. راهو حتى الجمال يختلف. مثلا ايران اكثر بلاد في العالم النساء يعملوا عمليه تجميل على الخشومات ما هي في ايران لانه في ايران مفهوم الجمال هو في انف المراه. مثلا فما بلدان اخرى عندهم الرقبه. مثلا في موريتانيا عكسنا احنا تماما. في موريتانيا كون المراه اللي تكون سمينه هي اللي عندها اكثر حظوظ في الزواج. عندهم ظاهره اجتماعيه اختيره اللي هو كونه ما يسمى يعني الـ 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 يوكلوا صغارهم قسريا. حتى لين معناها فما جمعيه عامله حاليا تو حمله هي الجمعيه الموريتانيه لصحه الام والطفل معناها ندت بهذا الشيء لانهم ولاو يستعملوا في حاجات اخرى خطيره ولاو يستعملوا في ادويه للتسمين وفما برشا ادويه اللي هي معده للحيوانات وفما برشا ماتوا. انا فينومين في تونس علاش خاطر كيما قالت حنان نحسوا التونسي اليوم لهيلك بدنك اكثر منك انت دوما يشوفك يا عفت يا سمنت معناها من اول رمارك اللي يتقالوا دونك هنا كيفاش نجم نقراوهم. لكن كيفاش هذا جاء؟ مثلا عندنا اختصاص في علم الاجتماع اسمه سوسيولوجيا الجسد.
وحكي عليه حتى بير بورديو، وقت اللي يحكي لك يقول لك الجسد هو معناه ماهوش مجرد مفعول به، الجسد هو بيدو فعل، هو بيدو يعطي تأثير متاعه على المجتمع. اليوم مثلا لو كان ناخذوا احنا ما نحبش نعقد الامور اما نبسطوا اكثر ما يمكن، مثلا اليوم فما الدول المهيمنه وفما الدول الضعيفه. الدول المهيمنه ماهيش تهيمن علينا اقتصاديا برك، ماهيش تهيمن علينا سياسيا برك، بل هيمنت علينا على الذوق. اليوم التونسي ولا الذوق نتاعو هو وفق ستوندار، وفق النموذج الغربي. النموذج الغربي عندهم هما النساء، المراه الجميله هي المراه مش سمينه. دونك بما انه حتى ابن خلدون وقت يقول لك يعني من طبيعه المغلوب التشبه بالغالب، فعلا احنا بينا نحبوا نتشبهوا بهم، ولينا اخذينا انيديال، اخذينا نماذج نحبوا نقلدوهم. كل واحد فينا اليوم التونسي ولا النموذج المثالي عنده، الستار اللي عنده هو كونه كي تكون امراه فيك الستيل هذاك. الستيل اللي انا رسمته في ذهني من خلال وسائل الاعلام، من خلال العديد من وسائل التواصل، هو اللي خلى الشخص يعني حبذ باش يكون وفق اكس او وفق ايكغيك. لكن السمنه بدي نستغرب يعني مثلا في موريتانيا، اليوم موريتانيا مثلا شد في موريتانيا لا نمشيو موريتانيا نمشيو ايران. ايران مثلا وقت اللي يهتموا بالانف، هل نتصوروا كونه ممكن لو كان غدوه ايران تولي هي يقول لك من اجمل نساء العالم، لو كان غدوه مثلا ايران تولي هي دوله عظمى في العالم، زعما يعملوا يوم عالمي لمكافحه او يوم العالمي لدعم الانف مثلا، اليوم كل نهار 11 اكتوبر فما يوم العالمي لمكافحه السمنه. معناه ديجا فما دول مسيطره خلقت في اذهاننا كونه فما ازمه كبيره، مصيبه كبيره في العالم اللي هي السمنه. دونك عملوا لها يوم عالمي لتكريس معيار الجمال عندهم، واحنا خذيناه ديريكت، ولا هو بيدنا نحكموا على الناس. لذلك المرأة كي تقاسمينا في تونس تحوس تسمع الكلام كما قالت حنان الجارح، يعني ديجا الكلام الجارح اللي قالوا ما جاش من لا شيء، فما حاجات تكرست في ذهنه من خلال ثقافة كاملة. نذكر أنكم تنجموا تتواصلوا معنا يا إما عبر الهاتف على 71-848-808 ولا عبر الباج فيسبوك. إذا كان عندك تجربة ولا إذا كان عندك سؤالات فيما يخص السمنة، سؤالي لك سي خليل، كان تسمح لي في نقطة صغيرة. مثلا منظمة الصحة العالمية حكيت كونه مثلا يعني قلت لك السمنة ترتفع بشكل كبير في البلدان اللي الدخل نتاعها محدود. بار كونتر نلقاو كونوا اكثر بلدان اللي لاباس على مادين هي اكثر بلدان تعاني من السمنه. امريكا تحتل المرتبه الاولى على مستوى سمنه الاطفال، والسعوديه تحتل المرتبه الاولى على مستوى سمنه الكبار. 70% من السعوديين سمان، يعني مع على كل اربع سعوديين فما ثلاث سمان. دونك معناها حتى المفهوم ما يزيش وصفه هنا كون السمنه حاجه خايبه برشا، وراه مربوطه بكم انتوما كفقراء، بكم انتوما كدول معناها ضعيفه. باهي سي خليل، نحب نسالك انت قلت لي تعمل كوتشينج بالنسبه للناس اللي يحبوا ساعات معناها يلتجئوا للريجيم، ويكون فما معناها تقول لي فما حسب فما ديزون سبيسيفيك، معناها اذا كان عبدي يحب يضعف من الكرش ولا من الارداف ولا معناها انت والزون. انا قبل ما نسال كيفاش ولا طريقه الاعتماد الكوتشينج هذايا، ماذا بيا نعرف الشرارة الأولى معناها الديكليك الأولاني كيفاش يصير عادة للشخص باش يقول هيا اليوم راني قررت باش نقف ولا باش نعمل أن كوتشينغ ولا نشوفوا حل من الحلول. دونك فسر لي هنايا شوية الجانب والاستعداد نتاع الشخص كيفاش يبدأ. هو القرار يكون أما اضطراري على خاطر يكون فما مرض كيما حنان مقبل لك حكيت على ساقك، سواء لازمك تعمل رياضة باش تضعف شوية، ولا يكون قرار تاخذه وحدك وتقول نحب نحسن من حياتي، نحب نحسن من كيفاش نتصرف، كيفاش ناكل، كيفاش نعيش باش نكون احسن، باش نحس روحي احسن. فما ملاحظه مهمه نحب نرجع لها بربر اللي قلته، فما صحيح هو الماثور الاجتماعي والماثور للجمال نتاع السمن، فما زاد المعطى الصحي. فما المعطى الصحي اللي هو مهم جدا، بقطع النظر على الشكل والمظهر والمأثور كما قلت لك كسوا حضاري ولا في التلفزة، فما المعطى الصحي اللي السمنة تقلق. ونحكي مش بالكتب، نحكي بالتجربة. كيفاش كنت نحس روحي قبل وكيفاش كنت نحس روحي توا، حاجتين ما عندهم حتى علاقة. نستريسي أقل، نتنرفز أقل، قبل كنت أقل حاجة
نولي نسيح ونعيط ونخرج من وعي كيما الناس الكل. توا وليت نقبل برشا 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 ستريس على خاطر انا نقول هذا بوتيتر من السبور مش من الضعف. انت تحس روحك اقل ستريس وقت اللي ضعفت؟ الحقيقه لا انا بعد ما الاكسبيريونس تاع العمليه وكل وليت اكثر ستريسي واكثر على اعصابي واكثر نتوتر واكثر نتشنج على الاخر. انا علاش قلت لك يمكن السبور هو اللي قاعد يعاونك اكثر من الضعف. اما لا اجي نقول لك انا تدعيما لكلامك خليل مثلا برشا ناس اللي ضعاف يقول لك كأني نحيتش كراسيمان. يقول لك عبارة حط روحك أنت كل يوم تمشي على كتافك ولا في ساقيك شكراسيمان تنحت. معناها عبد راهو كي نحي 20 ولا 30 كيلو راهو سي ليكيفالون تاع شكراسيمان كان يحوس بها على ظهر ولا من بين ساقيه. دونك سلمى اسكو كيما قال خليل معناها اليوم الوقت اللي باش نقرر اني نضعف طبعا بعد نجيو للطرق بو امبورت كل واحد فما شكون يختار عمليه فما شكون يختار سبور فما شكون يختار ريجيم. اسكو هذا يلزم يكون منطلق من 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 استعداد نفسي بدني شخصي والا ساعات يلزم حد معناها هو اللي يلزك معناها ترى انه الاستعداد النفسي هو يلزم يكون لو بروميير فاكتور معناها في 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 تجربه نتاع تضعيف والا لا ساعات يلزم ولي مثلا يهز صغير ولا صاحب يهز صاحب ولا امراه تهز رجلها ولا نسيت في بعضهم. هذه اول حاجه مرتبط بشخصيه الانسان بتركيبة شخصية الإنسان. وكما قال سي خليل قال أنا كي كنت قبل كنت نتنرفز أكثر كي ضعفت وليت معناتها زين أكثر. هذه ينجم يكون مربوط زادة بالثقة بالنفس معناتها كي اكتسب أكثر ثقة في نفسه ولا أكثر يتقبل معناتها الحاجات الخارجية وأكثر يبو جيري يتصرف مع لو ستريس اكستيريور. دونك هذايا ياثر خاطر السمنه العوامل اللي تتوصل للسمنه فما عوامل صحيه عوامل صحيه وهنا الجانب الصحي للسمنه لكن فما زيد برشا جوانب اجتماعيه وجوانب نفسيه اللي تتولد على نظره الانسان للجمال نتاعو وهذا عنده بعد نرجسي على الانسان كي راه روحو ليديال دو سون كور الجسد نتاعو يتمس وما يشبهش للحاجه لنظرته لجسده دونك باش يتمس هو في النرجسيه نتاعو. وكيف كيف لا ستيمولاسيون معناتها اللي نشوفوه في التلافز توا لو برودوي لي نورم معناتها نتاع الجمال اللي قاعدين يسوقوا لنا فيهم هو نوع معناتها النحافه. اذا كان الشخص ما يشبهش لك ليديال اللي قاعدين يبيعوا لنا فيه دونك راهو الشخص هذاك ماهوش متماشي مع المجتمع. الشخص يحس روحه متقلق في نفسيته ويولي عنده نقص في الثقة في النفس والمجتمع كيف كيف يتبنى النظرة هذيك للجمال. دونك يرى عبد سمين ولا زايد في الوزن باش يولي ينظر له بنظرة فيها نوع من الاحتقار ولا فيها نوع من الكولبابيليزاسيون. دونك الإنسان ينجر عليها معناتها نظرته لنفسه تتمس ونظرة الناس ليه تتمس معناتها نظرة الناس ليه تولي تمسه في 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 نرجسيته. دونك هذا يولد يزيد يقوي في 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 قلة الثقة في النفس وتتولد عليها برشا مشاكل كيما الاكتئاب وكيما معناتها تنجم توصل حتى دي تونتاتيف دو سويسيد دونك حتى معناتها محاولة انتحار. احنا هنا باش نشوفوا الأول تليفون اللي جاي معنا نذكروا انه فقط انه تنجموا تتواصلوا معنا يا اما عبر الهاتف على 71 848 808 والا على الباج فيسبوك. معنا ليلى من منوبه يقولوا لي توزن 110 كيلو ما شاء الله ورغم اللي هي عمرها 46 سنه. الو الو عسلامه. مرحبا ليلى. عسلامه شنو احوالك؟ الحمد لله الحمد لله. قبل ما ناخذك انت في التليفون تحكي سلمى على العبد المقتنع ولا كيفاش عبد يغزر له. انت تحس روحك متقلقه شويه من وزنك مدام ليلى ولا لا؟ متقلقه برشا برشا متقلقه برشا ما لقيتش حتى حل باش نحاول نضعف ما لقيتش. انت قداش طولك؟ نضعف انا اما ما لقيتش. قداش طولك؟ طولي 162. وحسيت السمنه من وقتاش؟ معناها بديت تحس روحك كل مره تزيد بشويه بشويه في الكيلوات؟ ملي مرضت بالسكر طبعا محسوب عندي 10 سنين هكاك. لطف عليك. ملي مرضت بالسكر حسيت روحي ماشيه ونزيد في البوا. وسيرتو البريود الاخرانيه زدت برشا بوا وما نجمتش قلقني نفسانيا وبرشا برشا. اي حاولت باش تمشي للاخصائي مدام ليلى وتشوف معاه ولا طبيب سكر نتاعك تقول له
طبيب السكر عداني لطبيب التغذيه واعطاني ريجيم ما نجمتش ما نكذبش عليك، نزرق في الانسولين 3 مرات في النهار ما نجمتش. انا نعرف من عرش دي تصلح لي نجم نكون غالطه مدام ليلى، اللي يقول لك دواء السكر هو انك تتحرك تمشي، معناها المارش هي باهيه باش تضعف وباهيه باش تحرق السكر، حاولتش معناها تنقص شويه في الماكله، ما نقولوش تعمل ريجيم، اما تمرش معناها منك تحرق السكر اللي عندك معناها، وفي نفس الوقت تحاول تضعف شويه. ما نجمتش، مش اصلا حتى الصحه اثرت لي على ساقيا، فهمت؟ صح اثرت لي على ساقيا، ما نجمتش نمشي برشا، فهمت؟ انا هاو معاك سي خليل، انا نقول لك حاجه برك، انا خاطر نعطيك نصيحه ولو اني مانيش مؤهله، ما خاطر انا طبيب امي ديما يقول هلا قولها اليوم راهو تمشي درج تتعب ولا تمشي دقيقتين، غدوه اعمل 4 دقائق، بعد غدوه تعمل درجين، معناها انت تقولي ساقيك، النجم نقول لك يمكن خاطر من الاول تصعب عليك الحكايه من بعد تسهل بشويه بشويه. على كل حال خليل ما كنت ملهي بالكوتشينغ وامورك خير مني معناها في الامور هذيا، نخلي لك مدام ليلى باش تنجم تنصحها. هاي معاك. انا نقول لك ما تصعبهاش من الاول، ابدا بشويه بشويه، حتى كان ما تبداش الريجيم 100% ابداه ب 50%، ما تنجمش تبدا ب 50% ابداه ب 5%، المهم اعمل كل يوم خطوه وتشوف روحك على طول الزمان معناها تنجم. كما كنت نحكي مقبليك لازمك تكون الهدف نتاعك باش تضعف يخليك عندك شحنه كل يوم باش تعمل المجهود اللي لازمك تعمله باش توصل للهدف نتاعك. ما تصعبهاش على روحك، راهو حتى في اللاوعي نتاعنا كل ما نحسوا اللاوعي نتاعنا اللي احنا باش نخرجوا من الزون دو كونفور نتاعنا، الحاجه اللي احنا مستانسين بها وباش نمشيو في اتجاه المجهول، راهو باش يعمل كل شيء باش يلقى لك الاسباب الكل باش يرجعك باش يخليك في بلاصتك باش ما تتحركش من بلاصتك. اذا انا نقول لك ابدا بشويه بشويه وما فماش ما تنجمش، كان انت تقرر باش تنجم راك تنجم وراك قادره مدام. هاو حنان تحب تكلمك زاده مدام ليلى. لولا الجميله شحوالك؟ عسلامة. سافا لاباسه؟ الحمد لله الحمد لله. يا بنتي ما حد شيء مستحيل، قلت ربي لاباس. كلمه ابدا بشويه بشويه بالخطوه والشحنه ذوكم الكل ذوكم نكرههم في الدم الكلمات ذوكم نكرههم بالحق والله العظيم حاسه بها. يلزم شكون معايا؟ يلزم شكون يقف معايا؟ ذولي فما جمعيات مختصه في الحكايه هذوما هكا ولا حتى جمعيات مدام ليلى، فما دي جروب ساعات حتى شوف فيسبوك مثلا كل وحده تهبط وتقول لك انا اليوم هاو هذا فطوري، انا اليوم هاو هذا عشيه، معناها شله كيما نقولوا نحن يلموا بعضهم وكل وحده تزد دعم للاخرى. ساعات فما جروب يبدا يسكنوا في نفس الحومه يحاولوا يعملوا مارش مع بعضهم، على خاطر كي تبدا في وسط مجموعه ساعات تسهل اكثر. علاش انا نقول هالكلام هذا؟ انا مثلا وحدي علاش نحس بها على الاخر مدام ليلى وبقدره ربي راه ما فما حتى شيء مستحيل، خاطر انا وصلت وقتها مره عملت ريجيم وصلت 110 نحس في روحي نزل 65، 110 بالنسبه لي طياره وقتها، معناها انت تنجم تنقص على الاخر راه ماهيش جراف. دونك كي نبدا وحدي نحب نضعف نولي ناكل اكثر، والشحنه اللي باش تجيني في العزيمه تجيني في اكثر اكل وستريس وعصب وفده ولا ونولي نزيد نسمن اكثر. ساعات كي نقعد نعيش نورمال نقول هاي باش ناكل نورمال معناها بما يحتاج بدني نضعف شويه، معناها الحكايه راهو وحدك ما تنجمش، يلزم معك شكون، يا اما طبيبك يا اما معك جروب كيما قالت لك فيسبوك والا جروب مع صاحباتك وكذا. وزاده بالمناسبه نحب نقدم تحيه للمستشفى التغذيه، مشيت لهم المرة اللي فاتت انا زيد عندي امي مريضه شويه هزيتها غادي محليهم، ونحب نقول لهم بجاه ربي سيسوا على البدينات، سيرتو واحد يجي غادي كتبدا مزكره في وجهه سيسوا عليهم. هاي مدام علوان مش كلمنا من بعد المعهد التغذيه، ناخذ تو مدام نورشين من القروان. الو على السلامه. عسلامه مرحبا لله. انا نقول انا تو ما عادش نقول قداش عمرك ولا منين نتكلم فينا، نقول قداش توزن. وكان نقول لك تو انا بدي نضحك توا على يقولوا نسمن انا ما نعرفش السمن جمله. شنو ما تعرفش السمن جمله؟ من ناكل راهو ناكل. اي بالحق بالحق حنين تضحك عليه. ليه ليه مش عليك؟ هو قال لي ظاهر صوتها ضعيفه، ظاهر من صوتها ضعيفه. ما انا قد قول لنا قداش توزن نورشين. اسمعني بالحق تو فما ناس يقولوا لي يعطيك الصحه والله يساعدك، يقولوا ما يصيرش خمس من طريف خليني نهار راس سمن شويه، ما يصيرش من بعد خليني طاخ نعمل الرجيم كي العباد. صدقني ما ناكل، أي نقول لك حاجة في الليل نحب ناكل الحاجة الكبيرة مثلا نطيب الكوسكين نطيب العجين في الليل. نعم نقول خليني ناكل وموا طاح عليها. إي قولي قداش توزن يا نورشين، قولي قداش توزن؟ نوزن 55.
فيكم سلكتها ربي يسبقوا عليها بجاه ربي فيكم سلكتها مقرولة ولا العكس يا نورشين يا نورشين نجي نقول لك حاجة ريت أنت تحكي فيهم الماكلات هذوما انت تحكي وانا نحس الكلوات قاعدين يتزيد وانا انا ساعات عبد يحكي ونحس الكلوات يجيو ليا انا فيك مسلكتها بلاش تتحرك نورشين اصلا مش تونسي نورشين نقول لك حاجه صدقني بورتو معناها كلي نحس روحي معناها صحتي الايراني يقول هذه معناها نوع مش زمنيه وانا زمنيه برشا لكن نوع مثلا انا نوعي نحب عولتي في الدار كنت سيه في الدار كل شيء نحبه عربي كنت سيه قمح فهمت كل حاجه نحبها عرضي فهمت زمنيه معرسه انت معرسه نورهينه طيب معرسه ولدي في 18 طاف ما قاش تبارك الله معناها حتى بعد بعد الولاده ما جبتش معناها ما زدتش في الوزن ثلاثه صغار ما تحليتش حق طرف اللي تتحل فيه المراه ما شاء الله ما شاء الله صدقني صدقني انا ساعات بالحق وحتى باش نقولها وعادي نجي نمشي للحمام يقولوا لي لا معناها ما يستحيل كرشي يستحيل يقولوا لي هذه جايبه صغار مثلا يعني معناها ترى كرشي تقول هذه مش نتاع جايبه صغار ما فماش تقدير ولا عندك التقدير كنساه ولا امبوسيبل ايه هذا وراثي علاش علاش نورشين معناها انتم الكلكم هكا نقولوا لحمتكم هكا الكل امي امي يمكن يرحمها كيك انا كنت معناها صحتها باهي ما عرفش عندي اخواتي توا عندي اخواتي زوج بنات بصحتهم معناها باهي صحتهم انا لا انا صدقني قلت لك انا اي نقول لك حاجه يا مع ما نزيدك ولا نقص عندي بنتي عمرها 15 خذيتها نهارين باش تغذيتمون عملت لك التغذيتمون جاتني قالت لي ما جات وليت لك انا ولدي بنتي فهمت ان شاء الله يا نورشين انا ناكد لك اللي 80 ولا 85 ولا 90% من سيتوينس توا يغزلوا عليك هكا وحاسدينك منهم انا والله اماني صدقني صدقني والله العظيم راني ساعات نتكونت وخليني نسمع ايه تبارك الله بسم الله ما شاء الله اش تحب اكثر من هكا تضحك عليا ولا تقعد نقول لك حاجه تيل ماما عاش نحب نمشي نهز الكهرباء اي اقل حق انا نمشي بالكهرباء نقول خليني كريت خليني طرح بالكهرباء ما نمشيش بخلي ما يذوبوش طرفك الماكله اللي عندي صدقني راني واحد يا كيكا قول فك علي تو ماشي بالكهرباء مانيش ماشي على الساقية جنب باش ما تحرقهمش كتر الماكلة ما يتحرقوش في الليل نتعشى قول يا زيد عشاء اش نقول لك صح عليك نودك ولا نشهيك صدقني طيب كيما نحب انا ان شاء الله ربي يسترك من العين يا خيتي ربي يسترك من العين بسم الله ما شاء الله بالحق راني نحكي بالحقيقة لا لا مصدقتك اسمع هو فما مثال تونسي يمكن ما يعرفوش برشا ناس يقول لك مزود الدقيق مزود الرقيق ماذا يملى من الدقيق معناها يقول لك معناها كيما نقولوا احنا شكوى الجويده تتعبي برشا نحب ناكل الشوكولاته في الليل نبدا صح بربي كول اسمع كول الشوكولاته وكل كل شيء انوينا لي انا وحنان قلت انوينا لنا لا انا تو معتي هكا معناها ناكل شوكولاته ناكل اللي حبته سي منير باش تروح يفسر لنا نحكي له المال عملت يعطيك الصحه شكرا لك مدام ليلى كيما قلنا تو فما برشا طرق انت باش تحكي على التجربه نتاعك حنان وكيما قلنا هو كي نحكيو على على عملت برشا تجارب راه عملت شفت زيد راه شفت معناها عملت لي بوزيسيون قبل وكان فاشل جدا معناها مريت برشا تجارب خمسه ريجيمات وشفت ومن بعد سليف باهي هنا باش نحكيو على التجربه نتاعك بعد الفاصل قد يلا الفاصل ثم نعود صغيرك عنيف تحس اللي ولدك وإلا بنتك ما يتعامل مع محيطه كان بالصياح وإلا بالضرب حاول تتبدل أسلوبك وتتعامل مع صغيرك بالسياسة ومنفعش ترى اللي العنف هو الأسلوب الوحيد اللي يتعامل به صغيرك كان عشت تجربة مماثلة وتحب تشاركنا تجربتك تواصل معنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك رايك أصلح وإلا أبعث SMS على الرقم 8 54 54. نقرا بعض التفاعلات اللي جاتنا على الفيسبوك بسمة ليلي تقول انا عمرها ما قلقتني زياده وزني بالنسبه لطولي اللي هو 1.68 وصحيح زايده حكايه 15 كيلو ولكن كان نضعف وجهي يتبدل ونفقد برشا مميزات جماليه ولهذا مانيش باش ننقص خليني هكا خير جابر العون يقول حبيت نسال اهل الاختصاص ما هي الامراض اللي يتعرض لها البدين وما هي الطرق التي يجب ان يتوخاها حتى يخفف من وزنه مع العلم انه حتى البدانه ما عندكم ما تدخلوا فيها واسالوا حنان شكراني اللي التي احييها بالمناسبه هاي جو ميرسي تنعطيكم الحلول طبعا انا تو باش نحكيو على بعض الحلول رؤوف شتير يقول معالجه السمنه تبدا من نظرتنا الايجابيه لانفسنا مريم بن غياضه تقول الفتاه من غير كرش كالاميره من دون عرش ابو زينب يقول السمنه لها علاقه مع الراحه الفكريه واخرى وراثيه عايده مش تقول الموضوع هذا يخصني خاطر ما نجمتش ريجيم وما نجمش نرقد جيعانه
ونحب ننقص في الوزن كيفاش الليله تعطوني الحل. سامي شبيك نهت؟ لا انا تنهت قلت من هيك يرقدوا. انت تنهت عادي. نحكيو على تجربتك ومهم هنا باش نحكيو شويه على تجاره التخلص من من السمنه. ايفيكتيفمون انت قلت لي معناها تعرضت برشا مراحل، احكينا هيك. انا بديت معناها انا تعرف علاش الترانسفورماسيون هذه صارت لي معناها في بدني، خاطر كنت سبورتيفة قبل وانا نقرا معناها، وقلت لي كنت صغيره كنت نشارك في العدو الريفي ونجري برشا، وانا عندي 19.08 في الباك سبور معناها مانيش. لا هو حتى تو ما شاء الله عليك، لكن فرشين حنان مازالت خفيفه. اي بحكم انا معناها سكنت في برشا بلايص بحكم خدمه بابا، نقدم له تحيه يتفرج فيا تو اللي هو في الحرس، معناها سكننا في برشا بلايص. كي نقلنا البلاصه وليت من الدار للليسي، من الليسي للدار دبرمت شويه، بعدت على اصحابي، بعدت على عالمي، كنت نعمل سبور. بدا بدني يتحل بشوي 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 بشوي، من بعد بدا ياخذ الشكل المناسب في المكان المناسب، نكبر كبر بيا الشيء. اول فازه جاتني بعد ما دخلت القري، مشيت خذيت قرض. كل العباد الكل ماشي باش نعمل الشفت، مشيت للطبيب قال لي انت باش نردك هايفه. اما هايفه؟ قال لي باش نردك هايفه. قلت له باهي. مشيت عطيتك الفلايسات هزتهم نهار نحسب فيهم يعلم بيا رب. يا زهره اول ليه بالحق اول قرض ناخذه في حياتي معناه بالسرق على دارنا، خاطر كل شيء نحكي لدارنا هكي مضبطتهم لين مشيت. وانت تقول اسمع باش نولي توا في مصر وفي بيروت وهكا المخرجين هكا هو يحسب وانا نقول له لقينا عليك لقينا ذاك الدخلاني ب 37 دينار هذول اليوم. قلت له ليه جبت لك حق العمليه كاو لقينا جيبه لي انت، حسيت نهار ما عجبتوش الفازه ما جابه لي هو. فهمتني؟ مشيت عملت الشفت. هو كلمتك صحيحه نتاع التجاره نتاع البدانه وكيفاش يقول لك بدينك حلمه وكذا، ممكن انا ما مشيش معايا برشا عبيد. معناها اذا انت باش تعمل لي شفت وتقول لي اعمل ريجيم، ولا اعمل ريجيم الواه شفت الواه تشفت فيا معناها. جي معناها قال لي باش نحي لك 8 ترات وبعد تزيد جمعتين ترتاح وبعد 8 ترات. صارت لي شوية زعما لموت ساعه انا قاسم بالله، علاش انا ما نحبش نقطع رزاق الناس، خاطر برشا عبيد تفرج فيا تو في الديريكت. مي راهو اخطر حاجه بالنسبه لي انا شفت، معناها يجبد لك شحم من بدنك، يجبد لك يجبد لك، فما شكون تصير له شوت، فما شكون هذاك عمره يموت، فما شكون تصير له معناها دي كومبليكاسيون الكل. من بعد ما عملتش ريجيم انا، قعدت بالشفت هذاك معناها على اساس باش نضعف، تبدل شويه فورمه بدني تبدلت، حسيت اللي كانوا لهنا طلعوا لهنا. والله كيما نحكي لك يا اسماء بالحق تبدل بدني، وليت ما نعرفش هكا نمشي ما ندرى كيفاش، ما نحبش حسيت كنت نمشي هكا انا، وليت نمشي هكا. اقسم بالله يا سي سامي هذا مني لك العاد، فهمتني؟ حسيلو رجعت ناكل دبرمت، عملت الجفت وخسرت فليساتي ودبرمت ورجعت ناكل، رجعت اكثر. للحقيقه من بعد عملت مشيت مع برشا طب، عملت ريجيمات وكذا. انا عندي مشكله مع الكيك، نحب ناكل الكيك، نحب الكيك نموت عليه، القاتويت والحلو والكيك تاع الصباح نحب ناكله، ما نجمتش نعمل، نعمل نقص 5 كيلو رجع 8 كيلو. حتى لين جيت العمليه السحريه الجميله جدا اللي انا فرحانه بها مالجري اللي انا محرومه برشا ناكل شويه شويه مع الاستاذ والدكتور منير بن شتوح اللي اقنعني بالحكايه. انا باش نحكيو عليها العمليه، وتوا سي منير بن شتوح طبيب مختص في جراحه السمنه موجود معنا في التليفون. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا دكتور. مرحبا. صفقه لطبيبي. قبل ما ندخل في تفاصيل العملية أحكي لي يا دكتور إيش عملت فيك حنان ساعة قبل وأثناء وبعد العملية؟ حاجمة حنان الحق مرأة فنانة برشا ورقيقة برشا وحساسة برشا زادة، المعاملة معها كانت الحق سهلة ولو شوية دليل وكل شيء، هذا ما شيء محتمل ما حتى مشكل. تعديت الأمور خاطر قابلتها قبل العملية وفسرت لها كيفاش باش نعملوا، فسرت لها باش يصير بعد العملية، دونك كانت متهيئة نفسانيا للعملية. كنت قوي صوتك شوية يا سي منير، صوتك وصل لنا ضعيف شوية لو تسمح. قلت لك مدام حنان هي امرأة فنانة ودونك كيما الفنانين الكل عندها إحساس مرهف شوية. عملت فيا شوية الحق. وحتى في الكلينيك قعدت أكثر شوية من الناس، في العادة نشدوا المرضى نهار ولا اثنين، هي ذولي قعدت جمعة كاملة. أي جمعة. دكتور برشا ناس معناها دوما في الكومنتير اللي جاونا على الفيسبوك يقول لك ما نجمش ريجيم، نحب نضعاف أما نحب ناكل، دونك فسرنا شوية العملية هذه شنو معناها اللي يصير فيها
والاثار معناها نتاعها اللي نرى النتيجه مضمونه 100% معناها، والا انت والباسيون. اي هو توا صحيح الريجيم يمشي في بعض الحالات، الريجيم المشكله نتاع الريجيم شنو هو؟ كل بشر ينقص من الماكله سي سيغ باش يضعف. المشكله اللي بنادم ما ينجمش يعمل ريجيم حياته كامله، دونك دوب ما يوقف واحد الريجيم احتمالات كبيره برشا باش يرجع الوزن اللي زاد، وينجم حتى ساعات يفوت الوزن اللي كان فيه. وهذا يسميه يويو سندروم، معروف برشا عندنا في اختصاص جراحه السمنه. مريض يبدا ريجيم وهو في وزن 80 كيلو مثلا، ينقص 10 متر يرجع من بعد يرجع في 90، يعمل ريجيم ثاني من بعد يلقى روحه يوصل حتى ل 100. دونك افور يا مزور دي ريجيم سكسيسيف، يلقى روحه بدا مثلا من 80 بعد 10 سنين يلقى روحه ولا في 100 كيلو. دونك ريجيم سي بار ديفينيسيون انيما باسكو سي با ناتوريل، اون بليس ربي خلقنا باش ناكلوا، الماكله متعه هي. شو متعه يا دكتور؟ فما زاد العمليه، فما مش عمليه راه فما عمليات برشا يتعاملوا في جراحه السمنه، منهم العمليه اللي عملناها المدام حنان اللي يسميوها تكميم المعده، معناها المعده تولي صغيره نحيوا منها جزء مهم. والجزء هذاك هو فيه معناها المعده راه عضو يصنع هرمونات، الهرمونات هذيك معناها فيها دخل كبير في التوازن تاع الوزن تاع البشر. هذاك بعد العملية المريض يحس أول حاجة اللي الشهية نتاعو تنقص بصفة كبيرة. بالله اللحظة دكتور معذرة إذا كان باش نقاطعك، جوست باش نبسط شوية للسادة المشاهدين، دونك أنتوما تستأصلوا كمية صغيرة من المعدة، معناها تنحيو أون بيتيت كونتي صغيرة. كمية مهمة تنجم تكون 80 90 أنت والمعدة نتاع البشر، ثم الناس تبدا المعدة نتاعو كبيرة برشا، دونك نحيو برشا. وهذا ما عنده حتى آثار معناها على الأعضاء الأخرى ولا على بدن العبد؟ شوف احنا راهو ديما في الجراحه بصفه عامه نوزنوا بين حاجتين، بين الخطر نتاع المرض بيدو وبين المشاكل نتاع العمليه، المشاكل المحتمله نتاع العمليه. الخطر نتاع السمنه يظهر واضح، الناس الكل قاعدين يحكيوا اللي السمنه عندها برشا مشاكل على الصحه، مشاكل نفسيه، مشاكل على الصحه القلبيه، مشاكل على حتى امراض الخبيثه تكون اكثر عند الناس اللي عندهم الوزن المفرط. ولهذا احنا نوزنوا بين المشاكل تاع المرض اللي هي ايفيدونت معناها سيغ باش تصير باش تحصل، تعرف الناس السمان كلهم تقريبا يوليو سمان يوليو ديابيتيك مع الوقت معناها يطلع لهم السكر، وبين المشاكل المحتمله نتاع العمليه. واحنا جوستومون باش نحاولوا نقصوا ماكسيموم المشاكل هذيك نتاع العمليه، ناخذوا اجراءات، فما تحاليل، فما كشوفات قبل العمليه، طبيب البنج كيف كيف ياخذ احتياطاته ويشوف المريض قبل العمليه باش نحاولوا نقصوا ماكسيموم لي كومبليكاسيون والمشاكل نتاع العمليه. سؤالي الاخير ليك دكتور، كما قلنا معناها تو احنا لاحظنا الفرق في حنان قبل وبعد العمليه، لكن ديما ناس تسال على الجارانتي نقولوا نحن، معناها هذايا مضمون؟ خاطر كما كنت تحكي سيادتك في الريجيم ديما فما ريسك نتاع واحد يعاود يرجع البوان انيسيال نتاعو ولا يزيد عليه كما كنت تحكي سيادتك، والا معناها فما شكون يقول لك حتى في السبور اللي بطل يعاود يسمن. بالنسبه للعمليه اللي عملتها حنان معناها فما امكانيه انها ترجع للوزن الاصلي نتاعها، والا هذايا معناها نتيجه نهائيه كما نقولوا؟ هو احنا في الطب ما عندناش جارانتي، الجارانتي الوحيد اللي نعملوه هو احنا نضمنوا للمريض باش نحطه على تصرفه احدث ما وصلوا العلم، معناها سي اون غارونتي دو مويان، اون غارونتي با لو ريزولتا. مي فيما يخص جراحه السمنه والعمليه اللي عملناها مدام حنان، اذا كان نعرفوا نختاروا المريض، خاطر فما برشا انواع نتاع عمليات كما فسرت لك قبيله، مش اي مريض نعملوا له نفس العمليه، دونك فما برشا انواع نتاع عمليات وكل مريض اون فونكسيون دو سيزابيتود اليمونتيغ وكيفاش ياكل وكيفاش يعيش وكل شيء، نجموا نقترحوا عليه عمليه معينه. دونك اذا كان الاختيار من الاول يكون صايب والمريض معناها اون شوازي لو بون مالاد بور لا بون تكنيك، اون برانسيب سا مارش. واللي ريسيديف بيان سور سي توجور بوسيبل، نجم واحد بعد مده يزيد في الوزن اذا كان معناها يبدا عنده ساعات فما مشكله نفسيه راهو تاثر على المرضى، تلقاه هي بالعمليه اللي عملتها مدام حنان شبع يوصل رابيدمون، معناها واحد ياكل شويه يحس روحه شبع. الفرق ما بين انت بعض العمليات دكتور اللي تحدثت عليهم، انا اللي نعرف شويه نعرف السليف نعرف اللانو، معناها شنو العمليات الاخرى؟ نعم فما لو باي باس هذا يسميه تحويل مسار المعده، لانه ما عادش نعملوه لانه تو عنده مده من اللي ولات تكنيك ابوندوني، خاطر فيها برشا مشاكل وخاطر هي بيدها تحط جسم غريب في البدن ويقعد لعشرات السنين، معناها فيه برشا مشاكل. اون بليس لانه برشا مرضى يتعلموا يولوا يشربوا لي ليكيد، خاطر لي ليكيد سا باس فاسيلمون، يشربوا دي ليكيد هيبر كالوريك ويرجعوا في الميزان رخيصه.
دونك لانه ما عادش نعملوا فما تحويل مسار المعده هذه اللي هي عمليه ثوريه وباش تسمعوا بها برشا في المستقبل، على خاطر العمليه هذه نو سولمو تؤدي الى معناها التخلص من الوزن الزائد، مي اون ميم تون تنجم تداوي من السكر، السكر النوع الثاني. احنا عندي برشا مرضى ما عادش ياخذوا في دواهم بالكل، معناها عمليه بالحق باش تغير برشا في العمر. شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا لك دكتور منير بن شتوح، طبيب مختص في جراحه السمنه، على التوضيحات هذه فيما يخص كما قلنا العمليات اللي تقعد طريقه من الطرق. وهنا مهم كما قلنا باش نحكي ونرجع لك حنان على التجاره التخلص من السمنه، معناها اليوم نلقاو فما برشا دي برودوي معناها ديتيتيك، الله اعلم هما 100% معناها باهين ولا مش باهين، فما برشا احرابش قاعدين يتباعوا، فما برشا ماكولات اللي منصوح بها، فما برشا عمليات، فما برشا ديتيك الحشائش خلطه الحشائش كما قلت لك. معناها هنا زاد معناها ماذا بينا نثبتوا شويه على خاطر ان بوان دانتوريغاسيون، معناها هنا معناها فما نقطه استفهام، فما برشا حاجات زخم من الـ من الـ الاشهارات الخاصه بالناس اللي ينجم واحد فيهم ساعات ياخذ برودوي اللي هو يكون ماهوش بهيل ولا مش به صحته ولا مش به نوعيه السمنه اللي موجوده عنده. سامي، هو الجسد اليوم جسد اصبح يحظى باهميه كبيره لدى التونسي اليوم، يعني التونسي ولا يهتم بالجسم تاعه نجم نقولوا اكثر من قبل، بل اكثر من هكا نجم نستعملوا عباره كانوا ولا بيدو استثمار، يعني الشخص ينفق على بدنه كي نقولوا استثمار معناه فما مكسب مقابل، المكسب ينجم يكون نفسي ينجم يكون مادي كيما ينجم يكون اجتماعي. اليوم مثلا الستيل نتاع انستار يجم يكون وفق موديل معين، نتيجه لكل ذلك انتشرت شيء معين اللي هو مثلا اكل مراكز كيما مراكز نتاع التجميل كيما مراكز نتاع تنقيس الوزن، فيه ما هو معناه علمي يخضع لشروط وقواعد علميه، فما عمليه تشخيص، عمليه اعطاء مثلا يعني حتى الريجيم المناسب وفق التشخيص، وفما مراحل. لكن زاد فيه زاد جانب اخر اللي هو يدخل في ما يسمى تجاره الوهم والتحيل. ونعرفوا كونه التحيل شنو الميزه نتاعو؟ هو مثلا من الجرائم المتميزه، كونه عاده الجرائم الاخرى شخص يقول لك فلوسك وانت ماكش راضي. معناها كيما السارق او اللي براكاج ولا كذا. بار كونتر جريمة التحايل هو الشخص اللي تمشي انت مبتسم وتمد له فلوسك. كيما مثلا وقت اللي ما نجمش نسميها تحايل ولا لا بالنسبه نتاع حنان مشات معايا جمله، لكن هي مشات وخذت قرض ومشات فارحه ومدت له الفلوس لان كانت تنتظر. فما ناس استثمرت الرغبه ذي الموجوده لدى التونسي في تحويله، لكن ديما يبقى فما اشكال كبير نعتبره. كونوا الطرق العلمية بالرغم هامة برشا وهي اللي لازم نعتمد عليها لكنها مكلفة جدا، يعني اليوم ماهوش كل تونسي قادر باش يعمل عملية، مش كل تونسي حتى الريجيم بيدو حتى الأكلة الصحية. اليوم اللي يحب يتبع الأكلة الصحية يلقى روحه ينفق أضعاف 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 الأكلة العادية بالضبط. اللي ياكل فيها بالضبط. بالتالي يعني اليوم إذا كان أنت تحب تعمل الحصانة باش ما تسمنش تلقى روحك ماكش قادر ماديا، وإذا كان أنت ديجا سمنت وتحب تخلص من السمن تلقى روحك ماكش قادر ماديا. يعني اليوم نتصور كون هي بيدا معناها قضية رئيسية اليوم لازم قبل ما نمشيو للفيتياغ باش نحكيو على نوع آخر للتخلص من السمنة اللي هو الريجيم. حنان جوست فقط باش تحكي لنا على ما بعد العملية، معناها كيفاش لقيت روحك راضي على النتيجة اللي وصلت لها؟ تحس أنه فما تغييرات صارت في النظام الغذائي نتاعك في الريتم نتاعك كل يوم ولا لا؟ أي بيان سور، معناها واحد كان كنت ناكل نورمال معناها عادي. انا سيرتو معناها لازمكم تعرفوا العباد كلها معناها اني انا ما ناكلش في النهار، ما عنديش ثقافه الاكل في النهار، ناكل في الليل بعد ما نكمل خدمتي كله كذا نروح نتعشى وناكل الفازيت المحرومه منهم في النهار ناكلهم في الليل الكل، كسكروت بالبنان نتاعي، البسكوي الحار الحلو على بعضه ناكل معناها نشيخ بليزير، فهمت؟ دونك بعد العمليه لابيتيود هذيك كلها تنحات بيان سور. انت عمرك كامل معناها 25 سنه عمري نعيش في الريتم هذاك، فهمتني؟ شبيك ماكش تصدقني؟ قلت لك عمري كامل نعيش في الريتم هذاك، باش نجي بعد اوبيراسيون نلقى روحي تو دانكو معناها نجي معناها ناكل
نحس بقلق ما نجمش ناكل كما كنت ناكل هي العاده. مقلقك انك تاكل شويه وليد حنان؟ الحقيقه تو استنست تو تعودت وفرحانه اني تعودت. من الاول كنت متقلقه باش نكون صريحه واضحه، متقلقه على الاخر قلت لك والله العظيم بعد بجمعه من العمليه نخسر الدلاع ونبكي، نبكي عليه بالحق. لو ايش نقول لك ريت تضحك عليها انت سي تم بزوا الماكله لو مهم على الاخر، اما شنو من بعد كي نشوف روحي الريزلتا قاعده كل مره نوزن نلقى 2 كيلو طاحوا 3 كيلو طاحوا. شوفوني صحابي اللي عندهم مده ما شافونيش يا تبدلت، اختي مثلا تعطيني تجين وساعه عليها تمدهولي نلبسه نلقاه جاني معناها نفرح، هذيك يقلل من الحكايه الاخرى نتاع المونك نتاع العاده القديمه نتاع الاكل والكل. افكتيفمون على كل حال نحن كما قلنا باش نشوفوا طريقه اخرى من طرق التخلص من السمنه اللي هو الريجيم، ونحب نحيي اخصائيه التغذيه منى السعيدي اللي عاونتنا باش نجمنا نصوروا مع الاخت هذه اللي تخلصت بفضل العزيمه قبل كل شيء وثانيا بفضل الريجيم. تشوفوا كيفاش كانت وكيفاش ولات فيتير ولا الحديث باقي. حكايتك مع السمنة؟ أنا مليانة صغيرة كان عندي معناها مشكلة نتاع البوا اللي زايد، مي عملت قبل الريجيم وبعديك رجعت عاودت رجعت معناها رجعت كيلوات آخرين، مي عندي توا من 3 سنين خذيت دواء نتاع شعري وكل اللي هو معناها عمل لي نفاخ وعمل لي سمنة وكل، دونك فريمون وصلت البوا وصلت معناها فوت حتى لي 100 كيلو وقتها، وتوا عندي 8 أشهر ملي جي ديسيدي قلت لي ندي ان ريجيم وهدي بدل حياته كل يخاف من المرض خاطر في الفامي ماني فما عندي شكون ديابيتيك وكل دونك تيغان فافورابل، دونك جو مسي ديالي لازمني نفيق على روحي ونبدا معناها حسن واحد ماكلته حتى لصحته باغ اللي الواحد حتى استيتيكمون بيت بشي ضعاف اما لصحته يخاف من المرض وكل. اول ما بديت وحدي دونك نقصت الخبز نقصت السكر ويت نشرب اكثر ماء نعمل لي تيزان وكل، بعديك حبيت ناخذ راي معناها اخصائي في الـ في الـ في 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 لي ريجيم وكل، دونك مشيت شفت شكون واللي عاونتني بالكدا معناها وليت معناها معايا تتابعني تعطيني دي ريجيم يجيو معايا انا يجيو مع بدني على خاطر كانت عندي مشكله الماء اللي محصور في بدني دونك لازم معناها سبيسياليست لازم ريجيم سبيسيال. وصلت مره لل 107 كيلو وبعديك طحت واحد ل 98 ل 98 وقت اللي معناها بديت مع لي سبيسياليست توا 75 وباقي مازلت مازالوا 10 كيلو اخرين ان شاء الله ان شاء الله. كيفاش تعاملت معها السمنه؟ من الاول صعيبه سي نورمال صعيبه من الاول، واحد يكون ياكل في حاجات ياكل على بعض ما يخممش معناها شنو الباهي شنو الخايب، تولي توا لازمك حاجه باهيه لبدنك معناها باش تنحي تبعد من الامراض وكل وحاجه باش تضعف كمان طون، دونك من الاول كانت صعيبه الحكايه مي بعديك سي بون تستانس وبالعكس تولي كي تبدا حاجه خايبه وحدك تفيق بها وتولي تبعد عليها. ما نكذبش فما ساعات واحد يشتي باش يذوق كمان مش 8 أشهر كاملين واحد غاجي مسخيك لي، اما معناها تبلبز نهار لازمك غدوك تلقى في روحك. عمري ما تقلقت ما قلت لكم انا صغيره بحق عمري ما تقلقت، يمكن عارف كنت عندي ثقه في روحي وكل، عمري ما كنت متقلقه نمشي عبد الكل يحبوني كيما انا حالتها برشا يقول لك ليك كي كنت قبل خير معني ما كانش عندي مشكله ما كانوش عبيد يقلقوني على خاطر الناس منا ولا حاجه لا اذا لا ما كانش عندي مشكله. الطاي نتاعك قداش كان؟ وصلت لل 46 46 توا 38 40 توا عجبتك روحك هكا؟ طايق هكا اي معناها الحق فرحانه بروحي ماذا بيا اكثر ما ديما قد ما تناقص قد ما يبدا ماذا بيك اكثر واكثر واكثر معناها. اي وحده ولا واحد سمين باش تنصحوا باش تقول يبدا فريمون فما حتى شيء امبوسيبل حتى شيء حتى شيء قبل كنت نقول اي ما نجمش اما لي فينالمون كل شيء ماذا معانا العزيمه فريمون عزيمه وتحط اوبجيكتيف في حياتك تقول انا سي بون اليوم قررت باش نبدا الريجيم باش نبدل مش حتى ما تحطيش في مخه اللي باش نضعف ليه يمكن كي نستعملوا كلمه نيجاتيف يمكن تخلي واحد العزيمه نتاعو تنقص شويه ما لي انا باش نحسن من بدني نحسن من روحي ومعناها نبدل الريتم تاع حياتي كون نولي ناكل صحي نولي
حتى حاجات باهين لروحي أبارني نضعاف، أما صحتي تولي باهية صحيحة وكل. ومع الغيجيم بدنا مارش ولا سبور وكل يعاونوا ويفرهدوا ويناحيوا ستريس وكل شيء. سي خليل تعليقك. والله باش نمشي في الاتجاه اللي سمعته، اللي الماكله وفي السمنه كيما سبور حاجه مهمه جدا. اما فما تعقيب باش نعملوا على الدكتور، قالوا مقبليك فما كلمه قال الماكله متعه. صحيح الماكله متعه، مي كي تكثر من حاجات تضر بالبدن تولي ما عادش متعه، تولي مشكل، يعمل لك انعكاسات كبيره برشا في الفصحه نتاعك. والطرح نتاع المشكل ما لازمكش تقول باش نعمل ريجيم، مش هذا خاطر باش تعمل رجيم معناها باش ترجع نهار اخر كيفاش كنت تاكل قبل، في الحاجات اللي يسمنوا الحاجات الخايبه، الحاجات اللي يعملوا الكوليسترول والسكر وكل شيء. الهدف لازمك تعمل اسلوب حياه جديد، معناها تولي تاكل الخضره، تولي تاكل اقل الحم، تولي تاكل اقل في الشارع، معناها هذا ماهوش رجيم، هذه تولي عندك متعه باش تطيب. نعرف اما مشكله نتاع وقت ودي كونترانت فينونسيير، اما تنجم تلقى وقت باش تعمل كوجينه طيب ماكله اللي صحيه، وما عادش تحكي على ريجيم، تولي تحكي على ستيل دو في. والحاجه الثانيه اللي حبيت نقولها نعقب على اللي قالته حنان، خاطر انا عشت على طريقه اختي الصغيره اللي نحيها عملت فرد عمليه انت عملتها لها شهرين، وعشت من الشيره الاخرى نتاع الاخ اللي يشوف في اخته كيفاش حياتها تبدلت. راهو ما نعرفش كان يقولوها لك برشا ولا ما، انا نحييك كيما نحيي اترافيغ توا اختي الصغيره، راهو حاجه صعيبه برشا. شوف الحاجات اللي يستعملوهم، راهو كل ما ياكلوا اكثر من لازم لازمهم يمشوا يجريوا يرجعوا حشاكم الماكله اللي ياكلوها، وما تصيرش مره ما تصيرش اثنين وما تصيرش ثلاثه، وفي اوقات من الليل وفي اوقات من النهار ما تنجمش تتصورهم. دونك نحييك ونحيي اختي الصغيره اترافيغ توا اللي حاجه صعيبه برشا. وتو ماكش باش تعمل ريجيم من بعد العام، باش تبدل الستيل دو في نتاعك، خاطر المعده نتاعك ما عادش تقبل اكثر كميه من الماكله كيما قبل، دونك باش تبدل الاسلوب الحياه نتاعك، وهذا مهم جدا. سلمى، ريت كلمه نحب نطرق من الكلمه اللي قالها خليل، هو تغيير نظام حياه، تغيير نظام اكل، تغيير نظام عيشه، معناها هذا الكل نتصوري نجم يحمينا من تجاره الوهم اللي كنا نحكيو عليها. خاطر تو وقت اللي تمشي تعمل ريجيم فما ناس تقول لك لا انا نستعمل حرابش اللي نجموا يتباعوا في الفارماسي، نجموا يتباعوا على لي ريزو سوسيو، ينجموا يتباعوا في 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 معناها اماكن اخرى اللي سوا ديزون معناها يقول لك عندنا كل ما هو هيلثي وحاجات اللي مفيده للصحه. معناها اليوم مهم انه الانسان يكون واعي انه ينطلق هو من طريقة اختياره نظام حياة جديد باش يتجنب كل ما هو حاجات اللي تنجم تخسره في فلوسه، وفي نفس الوقت تنجم تخسره في فلوسه حرام، معناها بخلاف انها تنجم تضر في اماكن اخرى، تنجم تخسره في فلوسه وما يخف ما يلقاش النتيجة اللي حاجته بها. باهي احنا نشوفوا لا رياليتي معناتها العيشة اللي نعيشوا فيها من منطلق عالمي. احنا منا قاعدين منا الا ثمره المجتمع الراسمالي اللي نعيشوا فيه، وعلى مستوى عالمي معناتها سور ان بلان مونديال. العالم شنو اللي يهمه؟ العالم الراسمالي هذا شنو اللي يهمه؟ يحب يدور الفلوس. باش يدور الفلوس لازم يخلق البيع والشراء. باش يخلق البيع والشراء فما حاجات اوليه، وفما بعد باش يخلق لك اوهام، باش يخلق لك حاجات اللي باش تشهيك باش تشري، باش تعطي فلوس، باش تاخذ فلوس باش تتاجر. دونك من المنطلق هذايا كيفاش احنا نحيروا العبد باش يولي يدفع فلوس، حتى كان ما عندوش يوصل ياخذ قرض باش يشري كل حاجه هذيك. نمسوه في الحاجات المهمه عنده، ومن اهم حاجات اللي نمسوه فيهم هو الهويه نتاعو. الهويه نتاعو هذايا كيما نجموا نتاجروا بالشخص على مستوى ديني، كيما نجموا نتاجروا بالشخص على مستوى معناتها على مستويات في الهويه نتاعو، على مستوى وطني لابارتنانس نتاعو، كيما نتاجروا بالجسد نتاعو. اليوم لاندستري فارماسيوتيك الصيدله الصيدليه تخلق لك امراض باش تعطيك دويات. المجتمع معناتها في كل ما هو اغرو اليمونتير يخلق لك دي موديل، معناتها دي موديل باش ساعه باش يبيعوا حوايج مثلا، باش يبيعوا دي مارك. وفي الاغرو اليمونتير يخلق لك ان موديل باش تخلط له
باش يبيع لك دي برودوي باش توصل للموديل هذاك. شوف الموديل هذاك راكي باش تشري من عندي البرودوي هذايا باش تولي لاباس عليك وضعيف وتشبه للمنكان الفلانيه. دونك فما برشا اوهام يا دي ماركتينغ ويا معناتها احنا تحت لي في دو لا مونديالايزاسيون اللي هي مجتمع ينهم معناتها ينهم معناتها الكونسوميريزم. دونك اذا كان نحاولوا احنا نخلقوا ان سيرتان ديتاشمون معناتها نبعدوا شويه نغزروا للحقيقه اللي نعيشوا فيها ونحاولوا نشوفوا الحقيقه نتاعنا شنو هو اللي نحبوا. يظهر لي واحد قبل ما يغزر للايماج اللي يبيعوه له كجسد جميل ولا معناتها الاوهام هذوما يغزر لصحه بدنه كما قال سي خالد وتالور قال هيلثي واي اوف لايف هكا ولا. دونك نحاولوا نبدلوا طريقه العيش نتاعنا تولي طريقه سامبل طريقه معناتها تعتمد على دي مويا سامبل ما حاجناش احنا باش نشوفوا طريقه بسيطه من اخصائي التغذيه ومعنا تو بالهاتف مدام ليلى علوان استاذه بالمعهد الوطني للتغذيه. مهم باش نعرفوا دابور السؤال اللي سالنا عليه قبيله كيفاش نجم نعرف انا الوزن المثالي نتاعي اللي ندرى اليوم انا وزني مثالي ولا عندي تريف كيلوات زايدين. ومهم زاد كيفاش اذا كان باش نعمل نظام غذائي ما نقولوش ريجيم لكن نظام غذائي صحي كيفاش ينجم يكون. هو سامحني اسماء جوست مع على مدام الاخصائيه في التغذيه الاخصائيين في التلفزه في التغذيه يشجعوا ياسر على اعتماد معناتها مع الحميه اللي باش تعطيه الاخصائي مش التغذيه مش حميه جو بريفير نظام غذائي. النظام الغذائي صحيح النظام الغذائي اللي باش يعطيه الاخصائي التغذيه تكون فما معناتها اكومبانيمون بسيكولوجيك للشخص باش ينجم يتعدى الفتره نتاع بدايه الحميه بدايه النظام هذايا. مدام ليلى عسلامه مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بك كما قلنا معنا مدام ليلى علوان استاذه بالمعهد الوطني للتغذيه. سؤالي الاول ليك مدام ليلى كما قلنا من قبيله كيفاش اليوم نجم العمليه الحسابيه اللي تصير باش الانسان يعرف روحه يلي ندرا في الوزن المثالي والا فات شويه والا تخطى الحدود وصل للسمنه او السمنه المفرطه. والله احنا ما نحبوش نصعب وما باش نعملوا عمليات حسابيه صعيبه. يلزم الانسان ديجا يفهم حاجه انه الوزن المثالي هو وزن معناها حاجه علميه بين قوسين ولكن اهم حاجه هو وقت الانسان يحس نفسه مرتاح في الوزن اللي هو فيه معناها ما يلهثش كيف يبدا يمشي ما يتعبش في ساعه ما عندوش وجيعة في ظهره ما عندوش وجيعة في ساقيه وقتها يعرف اللي الوزن نتاعو ماهوش مثقل عليه واللي هذا ما وصلش نجم نقولوا ما وصلش للسمنة. اذا كان نحبوا نعملوا عمليات حسابيه طبعا نجموا نعملوها بصفه بسيطه جدا جدا مش من صعب على حتى حد نحاولوا ما نفوتوش عدد العدد اللي بعد المئة معناها كان سيادتك طولك متر وسبعين من المستحسن انك ما تفوتش 70 كيلو نتاعك لانه ديجا في 70 انت قربت زياده في الوزن هو يلزم اقل شويه اللي يبدا طوله 1.60 ماذا بيه ما يفوتش 60 كيلو والى اخره هذا اللي ليه برشا مدام ليلى برشا برشا حنان مش عاجبها برشا مدام ليلى العلم يحكي معاك يا حنان العلم برشا العلم وخايب برشا بصراحه هذا معناها الجواب على السؤال الاول انا حكي مدام ليلى بنصبك هذا حكي ما نسمعش فيها بالكدارة لو سمحت. لا هي تفجعت منك حنان شوي قالت لك ليه 70 معناها مازلنا بعاد ياسر معناها حست روحك كانك طيحت لها المراد. ليه احنا طيحت لها المراد بكل انا ما نعرفش قداش كانت توزن هي قبل. نعم. ما طيحتلهاش المراد. 117 مدام ليلى 117. نعم. 117 مش حاجه معناها تنجم تنقص وتنقص تعديت انا حسب ما سمعتك توا تعديت برشا فترات مع الاسف الشديد ما نعرفش عند شكون مشيت اما مع الاسف الشديد اول غلطه هي من الغلطات الاولانيين ديما الغلطه الاولى هي وقت اللي نبداو معناها نكسروا في الكيلوات وما نلقاوش شكون يعاوننا معناها ماذا بينا نحيوا كلمه رجيم نحيوا كلمه حميه
فما نظام غذائي فما ايفيكتيفمون. انا نحب نعرف اليوم شنو النظام الغذائي الامثل والانسب واللي يتماشى نسبيا مع المقدره الشرائيه نتاع التونسي ومع الـ 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 النظام المعيشي نتاع التونسي. معنا نعرفوا اليوم العبد يخرج محسوب من 8 نتاع الصباح يروح ابوبخي 7 نتاع العشيه، فما برشا ناس تفطر في الخدمه نتاعها، فما ناس تخرج لبرا. معناها دونك هنايا كيفاش نجموا نحافظوا على صحتنا ونحافظوا على بدننا من الامراض وناكلوا ماكله صحيه واللي تنجم تجنبنا من اننا نسمنوا. والله انت والظروف طبعا انت وشنية المعنى بتاعك تقريبا. قبل ما نوصلوا للجواب على سؤال كذا يلزم كما قالت الاخصائيه في علم النفس راهو ما نجموش نضعفوا الا اذا كان فما ثلاثه حاجات موجوده: التغذيه والحركه والاعتناب بالجانب النفساني. يعني وكل انسان اللي باش يحاول يضعف ما غير ما يلتجي لهالثلاثه حاجات هذوما راهو النتيجة ما تكونش على المدى الطويل. تنجم تكون راهو العبيد اللي تمشي وين تمشي والكل فما إمكانية أنك تضعف على المدى القصير، أما على المدى الطويل أنك تخليك الضعف هذاك اللي حصلته يبقى يجب يكون فما ثلاثة مكونات هذوما. أول حاجة دونك باش نجاوبك على سؤالك شنو اللي ياكل، أنت يلزمك تقولي شنو اللي يعمل. يعني أول حاجة التونسي يلزمه يولي يتحرك شوية أكثر بزيد، معناه يلزمه يتحرك حتى وهو ما يعني حتى اللي يخدم من 8 كما قلت انت من 8 ل 7 نتاع العشيه يحاول توا مثلا وانا نكلم فيك في التليفون من المفروض اني نمشي ونجي نتحرك. شفت معناها مش اني قاعده في بقعه ونجاوب. يعني الانسان التونسي لازم يتعود على الحركه لانه الماساه نتاع التونسي انه ما يتحركش ما يكفي. مدام ليلى ما تاكليش كسكسي في الليل؟ نعم تاكليش كسكسي في الليل؟ انا ما ناكلش في الليل، يعني بعد ناكل الى وقت معين ومن بعد تالي من المفروض نكون شبعت وما ناكلش كسكسي في الليل. مش على خاطر كسكسي معناها فما اوقات معينه معناها نسمعكم من خديكه تحكي وفما برشا حاجات اللي تدخل ما غير ما سم شفت ولا ماذا بينا تعطينا النصائح معناها دي كونسي براتيك. مدام حنان قالت كلمتين باهيين برشا، قالت الاكل هو متعه c'est un plaisir c'est très important. يعني حاجه مهمه جدا انه الانسان ما يبقاش عنده كبت وقت اللي يبدا ياكل، ما عندوش هيك الخوف وقت اللي يبدا ياكل. ياكل بطبيعه، يعرف اللي باش ياكل ماهوش باش تنحالوا الماكله، ياكل بشويه بشويه. ثم حاجه اللي ما معناها العباد كلها تنساها انه الانسان كي يبدا ياكل بشويه بشويه يتمتع وياخذ متعه في الاكل هذاك، المخ نتاعو باش يسجل وراهو عادة ما يسمنش. هذوما حاجات هامة جدا. شكل التونسي كي يخرج من 8 نتاع الصباح ويروح في 7 نتاع العشية، شنو هي الاختيارات؟ هو وين باش ياكل؟ إذا كان باش ياكل مثلا أكلة كيما تقولوا أنتم أكلة معناها خفيفة اللي هي ماهيش خفيفة بالكل أما سريعة، وهوني فما إشكالية لأنه الأكلات هذيكم الكل فيهم برشا شحومات، فيهم برشا ملح، وهذا الكل معناه ماهوش في صالح البدن بدون معناه اعتبار السمنة، معناه مش صالح البدن بصفة عام. شنو ينجم يهزم معاه؟ ينجم يهز معاه التونسي ماكلته، ينجم ياكل في البير وينجم ياكل في المدرسة بكل بقعة. شنو اللي يلزمنا ناكله؟ ناكله اللي نحبه، راهو ما ثماش حاجات ممنوعة بصفة واحدة إلا اللي ممنوع هو الإكثار من الحاجة أو التخليط. معناها إذا كان تاكل برشا مقلي في الجمعة يولي يختار، إذا كان تاكل برشا سكر يولي يختار. أما كي تاكل الحاجات اللي تحبه بكميات معقولة وانت راضي عليهم وتتحرك معناها بالنسبه للي تاكلوا راه ما ثماش اشكاليه. مادام باش نصحك باش نسالك بعض الاسئله قولي صحاح والا غلطي. مثلا التونسي يقول لك تنجم تاكل كل شيء الصباح، اش معناها كل شيء؟ معناها الخبز، لي بروتيين، لي جو، السكريات يقول لك تنجم تكثر، والغله تاكلها الصباح، هذا صحيح ولا غلط؟ ما غير ما تكثر، كلمه تكثر نحيها. والصباح يلزم تعرف اللي فما اوقات معينه، يعني الصباح ماهوش العشره نتاع الصباح ماهوش التسعه نتاع الصباح. عاده توفى الفطور الصباح يلزم يفوت ما يفوتش 8 وربع، يعني ناكلوه بين 7 و8 وقتها تنجم تاكل الحاجه اللي تحبها. يحلى نرقدوا وقتها معقوله تاكلها وانت تمضغ بشوي بشوي. معناها هذا حاجه يقولوا في الفطور تعمل معناها صحين نتاع سلطه ولا في برشا خضروات جونغ الموجودين توا مثلا نصف الناريه وبسباس تاكل برشا
معناها تبدا تعبي صحنك بالقدا بالسلطه ومن بعد تاكل اذا كان مقرونه، يقول معناها اذا كان حاجه بالمغارفه ما تفوتش 7-8 مغارف، واذا كان مرقه يقول لك معناها قد ما صغيره، معناها كيما نقولوا ثلث باجيت. هذا صحيح والا لا؟ انا شخصيا ما نحسبش بالمغارف، يعني حتى انسان من باليش فما تونسي عنده قابليه باش يحسب بالمغارف في الكسكسي والمكرونه. ياكل بشويه بشويه كما قلنا، ياكل حسب حاجيته، ما يحسبش على روحه لكن ما يكفرش. مثلا يسقي ويزمه يفهم انه مش ضروري يسقي صحن معبي فرد مره، يسقي الاول مره، ياكل بشويه بشويه، ومن بعد تالي يكمل الصحن يرتاح شويه، اذا كان مازال جيعان يزيد. يقول لك الغله ما تتاكلش بعد الفطور مدام، صحيح ولا غلط؟ يقول لك الغله، يقول لك الغله ما تاكلهاش، من المستحسن ما تاكلهاش مباشره بعد الفطور، معناها تعملها كولاسيون، معناها مع ما ثلاثه لاربعه. نجم تعملها كولاسيون في الاربعه اذا كان انت من الناس اللي يجوعوا، لكن اذا كان مثلا مع عندك مشكل في ارتفاع نسبه السكر في الدم، من المستحسن تولي الغلة تتكل مع الماكلة. أما إذا كان ما عندكش مشكل في السكري تنجم تاكلها في العشية إذا كانت تحب تاكلها، أما ماذا بيك تاكلها مثلا مع مصدر مثلا حليب ولا ياغورتا ولا حاجة. مدام فما مثل يقول لك تعش، معناها أفطر صباح كملك، تغدى كأمير وتعشى كفقير. وفما بعض أخصائيين يقول لك لا، يزمك 5 وجبات في النهار. إيش معناها؟ تفطر فطور الصباح وفطور نص نهار والعشاء، وعندك لومشتين، معناها واحده كيما نقولوا العشره، واحده الاربعه نتاع العشيه. اما خير ناكل 3 وجبات منظمين ونتجنب كل ما هو نقولوا نحن غرينيوتاج، معناها انك تنوش فوالا. والا كيما برشا اخصائي تغذيه منصوح يقول لك 5 وجبات خفيفه، معناها عاده اللي يعطيه 5 وجبات هو الانسان اللي كان هو الغرينيوت، معناها ما ينجمش يصبر يتعب او غيره، فنقسموا له الماكله نتاعو، على خاطر في تقسيم الماكله فما استعمال معناها للحريرات، فما معناها ديبونس كالوريك، على خاطر كل ما تاكل فما ديبونس كالوريك، والتقسيم يخلي الانسان ما يحسش بك الرغبه باش يولي يتنوش، والتقسيم يمكنه زاده باش يحس نفسه معناها يرجع عنده علاقة طيبة مع الماكلة، ما يبداش يحاسب في روحه، ما ثماش كالكيبابيليتي وقت اللي يبدا ياكل. ينجم يقسم أكلته، لكن ما يزيدش في معناها ما يزيدش في الكميات، دونك تبدا مقسمة. وفما ناس متعودين ياخذوا 3 وجبات. بالنسبة للعشاء معناها علاش يتاخذ خفيف؟ مش على حكاية سمنة، أم تاخذ خفيف على حكاية تهضيم، لانه عاده ما الانسان يتعشى وفما عباد ما تسهر معناها باش ترقد، اذا كان باش يتعشى حاجه ثقيله عمليه الهضم معناها عسيره بالله. مدام عسيره بالليل، مدام ليلى علوين، برشا يقول لك تعشيت حاجه خفيفه طاجين، تعشيت حاجه خفيفه بريك، الوغ هما معناها اللي معناها متكونين من عدد كبير من لي كالوري. دونك هنا كيفاش نجم نعرف زادة انه الماكله هذيك اللي نقولوا نحن في عادتنا التونسيه خفيفه كما قلنا كما البريك ولا تاجين ولا تريف دجاج باني ولا اللي هو يقول لك عشاء خفيف، كيفاش نجم نعرف انه هذيك تظهر يمكن خفيفه في الجو ولا تتاكل بسهوله لكن فيها كميه من الكالوريات اللي تنجم تسمعني برشا؟ بصفه عامه ما يكونش المقلي في الليل، على خاطر مهما كان اولا في برشا حريرات، لكن هذا مش المشكله انه صعيب في الهضم ويقلق الى اخره. ماذا بينا ما يكونش حاجه حلوه على خاطر من بعد الجوع في سافيسة، لكن مثلا كم شي ياخذ طريف تاجين معناه كميات قليله ما فما حتى مشكله، ينجم يتعود ياخذ حاجه جاريه، ينجم ياخذ معناها الإشكالية سيكو التونسي عنده نظرة مختلفة راهو للماكلة، ومع الأسف الشديد أنه العباد ماشي في بالهم أنه باش يضعفوا يلزمهم يحرموا رواحهم. الحرمان هو اللي يولد
معني يحب انه ياكل اكثر او معني كاين وينتقم ساعات احيانا. فوالا هذه اللي نحبوا نوصلوا له. هذاك علاش مهم انه يكون عندنا نظام غذائي. شكرا لك مدام ليلى علوان. وهذا بالمعنى لازم الحكومه تفهم اللي لازمها ترخص لنا في الاسعار خاطر باش يولي حرمانو ناكلوا دوبل وتريبل هكا ولا لا؟ وي وانا موافقتك. باش نحكيو على حاجه مهمه ياسر اللي هي الرياضه بعد الفاصل. سي خليل فاصل ثم نعود. تسكن في عمارة وإلا في إقامة وعندك مشاكل مع جيرانك، وإلا بالعكس متفاهم على الآخر معاهم وعلاقتك طيبة بهم، تشوف إلي العلاقة بين الجيران تبدلت على قبل، وإلا ترى إنه علاقة الجيران بين بعضهم توا خير. كان عندك تجربة باهية وإلا خايبة مع جيرانك وتحب تحكيها، أبعث لنا على الباج فيسبوك للبرنامج رايك أصلح. نزيد نقرا لكم بعض التفاعلات الاخرى اللي جاتنا على الفيسبوك. ابراهيم بيه يقول السمنه لها جانب سلبي من ناحيه ارتفاع الكوليسترول وامراض متعدده، من الناحيه النفسيه هي تشكل عقده نفسيه خاصه في مجتمعاتنا العربيه. بدر الدين الشاب يقول ملاحظه فيما يخص السمنه، صدقوني هي اولا وراثيه، ثانيا تاتي للبعض من كثره العجائن وخاصه بالليل وقله الحركه وخاصه المراه. مايا تقول السمنه هي ارتفاع نسبه الدهون في الجسم المتسبب في زياده وزن الجسم بمعدل 20% او اكثر من الوزن الطبيعي الملائم للعمر والطول. هذا يعاونتنا في المفهوم، يعطيك الصحه. هدى تقول يا خايتي راني تعقدت من السمنه، تصور حتى شربت الماء تسمني ايش نعمل؟ حاسه بيك ما راهو شربت الماء ما تسمنش بالكل. حاتم بالعيد، هناك حل واحد ثالث، الحل الوحيد الرياضه، وانا مررت بهذه المشكله وكنت ازن 103 كيلوغرام، قررت ممارسة الرياضة منذ 10 سنوات والآن أحافظ على وزني وهو 75 كيلوغرام وأصبحت أمتلك جسم رياضي بامتياز. وهذا اللي باش نحكيو عليه. وفقط على الملحوظة متاع الماء، راهو فما ريجيم متاع ماء، معناها برشا ناس يقول لك راهو لازمك تشرب برشا كميات متاع ماء خاطر هذاك يعاونك باش يخرج السموم من البدن. ونعرفوا أنه الماء فيه صفر حريرات، فما معناها يقول لك لازمك على قليلة زوز الى 3 لتر ماء في النهار، يعاون برشا لانقاص الوزن. كما قلنا مش نحكيو على سبور، سبور اللي نحب ولا نكره خليل، حاجه ما نقولش صعيبه شويه مع ضغط الحياه مع الريتم تاع عبد يروح مخر هام صغار يقرا، ومعناها 8 نتاع الليل يروح في الدار يقول لك وقتاش باش نترينا، لكن يبقى عنصر مهم جدا في انقاص الوزن. كيفاش اليوم نجمو نبداو بالرياضه حتى البسيطه ولا حتى في الدار اذا كان ما عندناش الوقت باش نمشيو للسال دو سبور؟ ولا انت حكيت على الاسباب اللي نلقاهم لرويحنا الكل باش ما نتعطاوش الرياضه. معناها ما نتصورش اي واحد فينا اليوم ما ينجمش يلقى 15 دقيقه ولا 20 دقيقه في النهار باش يمارس الرياضه. نتصور الناس الكل كان نحبوا نلقاو 15 دقيقه، نلقاو روحنا نقعدوا على فيسبوك اكثر من 15 دقيقه، نلقاو روحنا نقعدوا في القهوه اكثر من 15 دقيقه، نعمل في حاجات زايده اللي نجموا نقصوا منهم وناخذوا 15 دقيقة في النهار. مش لازم حتى تكون النيفو اولمبيك يعني اولمبي من الاول، ابدا بشوية بشوية، ديما سيست المراحل، تنجم حتى كي تقوم صباح، أنا حاجة نجم نعملها كل ما نقوم صباح، بعد نحمد ربي اللي فما سقف فوق راسي وفما صحة وفما تنفس فما هواء. حليه محليه خليل من جبتوه. الحاجة الثانية اللي نعملها نعمل اللي يعيطولها بالفرنسية اللي زبدو، نخدم العضلات البطن. وانا في الفرش مازلت ما قمتش معناها، اما فما الكثير من التمارين تنجم تعملهم وانت مازلت ما خرجتش من الفرش نتاعك. ابدا ب 10 ثواني ومن بعد يولي 20. نعرف حنان ما توافقنيش في سياسه المراحل. ليه اللي قادر اكتشف هي بدات تقتنع بتاثر عليها. اما المخ كيما حكينا مقبليك راه اللاوعي نتاعك باش يحاول يشدك في اكثر ما ينجم باش ما تتحركش باش ما تعملش حاجه جديده. اسمعني التونسي اول ما يقوم يحل يقول اللهم صلي على النبي اليوم، فاش يستنى فيا باش يقول لك يعمل لبدو. عطيتك الاحساس الاولاني اللي هو الامتنان وتحمد ربي اللي انت مازلت حيه. راهو بديت من تو هاني بديت لا ميديتاسيون زاد التامل ما وصلتش نحكي عليه. اما فيما يخص الرياضه نبداو بشويه بشويه. اللي ما نجمش يجري يجم يعمل مارش. علميا فما لي زون دوفين. انا باش نعطيك العوائق الكل وانت عاوني. انا نسكن في بورتمان وما عنديش حتى وين ندور، ما عنديش ولا نقول لك ريزيدانس مثلا مخلطه ولا فيها برشا سكان، اذا كان باش نخرج فما برشا حس هناك. باش نجم تجاوبوا الشخص هذا؟ فما لي باركور دو سونتي في تونس، مسالك الصحيه مسالك الصحيه موجود.
موجوده معناها هذا سبب مش مشكل. امشي وقت اللي انت ماشيه للخدمه ولا ماشي للخدمه اعمل 5 دقائق قبل ما تدخل الخدمه، اوصل قبل بخمسة دقائق خاف البركه جات. لا 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 بيس لا بيس. مثلا أم تقول لك انا عندي صغار في الدار ما نجمش نخليهم، ما نجمش نمشي لقاعه رياضه ونروح عندي دروس الصغار، عندي العشاء، عندي الفطور نتاع غدوه، عندي البانيه نتاع الاولاد، ما نجمش نعمل سبور، كيفاش نجم نجاوب؟ قولها ربي معاك شنو؟ هزهم معاك يعملوا رياضه. سافا لو بريميير هما باش يتحركوا باش يعملوا شويه سبور باش يشوفوا عباد اخرين. انا كان تحب تعمل رياضه راهو تلقى وقت تعمل رياضه. المشكله اللي احنا نوصفوا الرياضه كعذاب، كي تقول روحك انا غدوه باش نعمل سبور لازمك تحضر روحك بسيكولوجيكمون باش تقوم الصباح وباش تتعذب. الوغ كو نو لازم ايفيكتيفمون. انا باش نحكي لك تو مثلا نقول لك انا بديت اليوم وتعبت ونلقى روحي كورباتوري ومشيت للخدمه تاعبه وما نجمتش. دونك هذا راهو يصير في مخ العبد. معناها نحكي لك برشا ناس راهو تخمم كيما قاعده. معناها انا راني نحكي لك في تفكير نتاع ناس. دونك كيفاش نجموا نجاوبوهم هنا يا خالد؟ هو الاحساس. الدكتوره اللي تكلمت الاخرانيه قالت لازم الواحد يكون مرتاح مع بدنه ومرتاح مع نفسه. كان السبور يتطلب له اكثر طاقه ذهنيا وبدنيا يبدا بشويه بشويه، ما يغصبش على روحه خاطر ديما ايفا فيغ ان غوفو. فما حاجه اخرى مهمه على الاخر، والله مهمه على الاخر بسيرتو البجعات وحتى الاولاد. خويا اشطح في الدار احنا خاطر باخذين سبور تعبوا كذا، اشطح شده ها ولدي مولاك امشي حرك بالرسمي والله بالحق هذيك سي سبور هكا ولا لا؟ معك على الاخر سيرتو البجعات طنجره اعمل هكا وحرك وامشي هذيك بطبيعته يحرق ويعاون وكذا، مش لازم معناها هاني خارجه وكذا معناها لقيت. لا لا بالحق معناها حبيت نوري انه ساعات نبداو بحاجه معناها اون براتيك صغيره على الاخر في الدار اللي منها هي تنجم تولي عاده وتولي عاده حميده وبشويه بشويه تبدا تنقص الحريرات وتلقى روحك قاعده تضعف. طلبت كلمه سلمى. اسمع ان فيت ما نصعبوهاش احنا كيما قال سي خليل. دونك حتى في الدار هنا راني نفسر معناها فوالا. دونك حتى في الدار واحد في فرشه ولا في بيتو ان تابي ويعمل كيلكو زيكزيرسيس اي سي بون وبشويه بشويه يتطور. فما مشكله هنية اذا كان انسان عنده العامل النفسي نتاعو ولا النفسيه نتاعو تخليه هو معناتها قبل ما يوصل يعمل سبور ويواصل في الاكزيرسيس معناتها سبورتيف لازم ديجا يخدم على 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 روحه ويحقق نوع من الاكيليبغ عنده هو ويحضر روحه يتحط اون كونديسيون باش يبدل طريقه حياته كامله، نظرته لشخصه ونظرته لي بريوريتي في حياته، فهمت الاهميات في حياته، من بعد يبدا في الاكزيرسيس فيزيك يولي اسهل، خاطر اذا كان واحد يغصب على روحه ولا يجيو يغصبوا عليه باش يبدا نهار نهارين جمعه ومن بعد باش يقص وباش يرجع. هذيك حاجه مهمه زيد الخلطه، والله عندها دورها الخلطه، انك تخالط عبيد يرجعوك بتعطيوك طاقة سلبية. إيجا كولتي برا برك أنا عشتها، إيجا برك كل مولاها ربي بخدم تحية لمن العبد قوي صديقتي تي حالين طيب لنا مقرونة مولاها ربي تاخد نبداو الرجيم العام الاولاني ثاني منولة عاد من الناس اللي تفنى على الاكلات الخفيفه كيما اللبلبي كيما اللبلبي هذيك معليش معليها خلطه انا نفضلك منال صديقتي واختي وكذا مي الخلطه بالحق طاقه سلبيه تفك عليك ولا فما فاز اخرى كي اليوم تنهير بك هاو عندنا فما فاز اخرى يعرضوني اليوم بركه انا مشيت نقضي جاتني واحده قالت لي كنت تهبل قبل والله العظيم بصراحه عملتها في روحك ليش كنت نهبل قلت لها قالت لي والله ليه سامحني انا مش معناه ما كنتش نهبل وما حبوني بالبدن هذاك وبالسيلويت هذيك وبالعكس قبل كنت نفرح برشا كي يعرضوني برشا نساء يقولوا لي والله كنت معقده كي شوف كنتي في التلفزه كيفاش نشيخ ونقول للراجل ولا لاختي ولا لخويا شو محلاه هاني بكيفها كي عامله جو مي لا كيستيون سونتي راهو ركايب راهو الظهر انا الحمد لله يا ربي اللي عندي لادم لا سكر لا كلام ذوكم الحمد لله ما وصلت لهمش اما حبيت ننقذ روحي باش ما نوصل لهمش. برافو يعطيك الصحه. هو على خاطر معنا محمد في التليفون صحيح. هو عندنا مشكله في تونس اليوم ما يسمى بثقافه الكسل. ثقافه الكسل هي تقريبا اكثر حاجه تدمرنا. اليوم مثلا نشوفوا كانوا حتى واحد بالسياره نتاعو كان يلقى يدخل بها للبيرو. افكتيفمون. اللي ماشي يصلي كان يلقى السياره نتاعو يدخل بها للميضه. الثقافه الدار حتى باش يصب كاس ماء بربي يجيب لي دبوس الماء ساعات قال دبوسه بحذاه والكاس بحذاه بربي جا صب لي يعني احنا بيدنا التونسي ولات عندنا في دمنا صحيح ماذا بي اقل حركه وكانه معناها اقتصاد مش في الفلوس اقتصاد في الحركه وفي النشاط نتاعو اليوم فعلا يلزمنا نتحرروا من ثقافه الكسل هذه. ايفيكتيفمون صايبوا لي زاسونسور طلعوا في الدروج كيما قال خليل نعملوا مارش صغيره قبل ما ندخلوا البيرو ما فيها بيس راهو ساعات حاجات صغيرونات
هما اللي عاونونا. معنا سي محمد من المنستير. الو. الو، السلام عليكم. مرحبا سي محمد. مرحبا بكم وبارك الله عليكم كلكم. مرحبا بك، يعطيك الصحه. الحوار، البرنامج هو برنامج تثقيفي صحي شيق. عايشك. وما احواجنا لهذه البرامج. نحب نعرج على كلام الاخ بجانب مدام حنان. والله سي خليل، سي خليل سامي بجانب مدام حنان. سي سامي، سي سامي، ولا بقول سامي. نحب نعرج على كلامه. ما نشاطروش بالنسبه قال هيمنه الدول القويه المتقدمه، الدول المتقدمه عندها هيمنه حتى في الذوق على الدول الضعيفه. لا، انا ما نشاطروش بصراحه. هاوش نقول لك علاش، لعده اسباب. هو ذكر موريتانيا. موريتانيا يحبوا السمينات هيك ولا يا استاذ؟ اي لكن هذه عاد موريتانيا اخي دوله قويه، ماهيش دوله قويه. لا هذه ناحيه. لا موريتانيا عكسنا. لحظة، نكمل كلامي بعد إذنك وبعدها باش نبدا كلام مسترسل. ثم نشوفوا التدخين والمخدرات في الدول في الدول المتقدمة، والسمنة زادة يقاسيو منها الدول المتقدمة. هذه تدخل في جانب الثقافة، ثقافة الإنسان بصفة عامة مهما كان في دولة ضعيفة ولا في دولة قوية متقدمة. ثقافة الإنسان أنه تتمثل كما قالوا الإخوة الأخصائيين الدكاترة، هو النظام الغذائي. النظام الغذائي معناها احنا معنا انت بيتك سيادتك تو كنت تحكي ماذا بيه دخل كهربته للكراج، ماذا بيه كذا. هذه تدخل بجانب الوعي والثقافه، خاصه الوعي بالطبيعه وجانب الثقافه، انك انت تعرف ان النظام الغذائي كي تنتهج نظام غذائي ينجم ياثر. ثم فما عده اسباب وراثيه منها بالنسبه للسمنه، فما وراثه في السمنه، فهمت؟ فما اسباب علميه كما يقولوا، فما اسباب نفسيه. لو مثلا كي ناخذ الاخت حنان، فما هي بيتها تشكات عندها جانب نفسي من الاول وشنو عسيل، وبعد تعديت على عملت العمليه، ولكن هي ديما هكا تبارك عليها ديما تضحك وكذا، وتنجم تقول حتى الجانب الضحكه هذه والجانب الابتسامه هذه عندها قيمه كبيره بالنسبه لحياتها، معناها باش تنتهي حياتها حتى قبل العمليه ولا بعد العمليه. نرمي مولاها ربي. نشاطر زاد سي خليل، زاد معناها تبارك الله عليه، زاد كلامه معناها معقول وموزون، وهذا معناها هو اخصائي في الجانب هذا. كذلك الدكتوره في علم النفس مدام سلمى. انا مش معناها ما نشاطركش يا اخ سامي، لكن مش معناها انا معناها معارضك. عندك عده اراء انك معناها موافقه، لكن الهيمنه الدول المتقدمه على الدول الضعيفه في جانب. خليني يوضح لك النقطه مالها، خليني يعقبلك سي محمد. لا اشاطرك. نعم تفضل. فما نقطة فهمتها معكوسة، هو كونه مش مسألة السمنة هي اللي أثر الغرب أثر علينا على السمنة، هو المجتمع كيفاش ينظر للسمنة. يعني نعم. مثلا قبل احنا التونسي، أمك وأمي جدك وجدي ما كانوش يعتبروا يحتقروا المرأة السمينة أو الرجل السمين، ما كانش فما إشمئزاز، ما كانتش مثلا فما المرأة السمينة مرفوضة أو الراجل كيف كيف. لكن كيفاش تغيرت هالنظره ذي؟ نظره المجتمعات تتغير للاشياء وفق هيمنه شيء معين. يعني النقطه اللي ذكرتها كانوا تاثير الغرب علينا هو او تاثير على رؤيتنا للجمال، مش مثلا رؤيتنا للسمنه، بل بالعكس السمنه عندها برشا مشاكل بما فيها هي بيدها سبب لامراض اخرى، وهي بيدها افراز من افرازات ثقافه الكسل كما كنا نحكيه. نعم. ومانيش هذا كانوا دعوة للتوانسي يزم يكونوا سمين. هو مش حتى الغرب برك، معناها معذرة على المقاطعة سامي، على خاطر تو إذا كان ناخذوا مثلا لبنان اللي معناها جيراننا، الدولة ولا تتمول، فما قروض معناها، فما ثقافة جايتنا حتى من عند العرب بالضبط. بيدهم معناها مش لازم تكون معناها دولة أوروبية، معناها هو الثقافة أصعب شيء كونك هو كيفاش المعايير تختلف لدى الشعوب. المعايير ما تختلفش وحدها، فما تأثيرات هي اللي تخليك تغير معيار من مجتمع إلى مجتمع أو من فترة تاريخية إلى فترة تاريخية. سي محمد عندك مضيف تفضل. عندي مضيف. لا نحب نعمل برب، نحب نسأل الأخصائيين في الجانب التغذية والصحة، خاصة الأخ دكتور خليل. كي ناخذوا مثلا البدينات الريفيات، البدينات الريفيات، ونعمل مقارنه بين البدينات الريفيات والبدينات التي يعيشن في المدن، نلقاو فرق. نراو البدينات الريفيات كثيره الخصوبه، معناها عندهم خصوبه اكثر، ينجبنا الابناء كثير، بينما
اللي يعيشوا في المدينه ما ينجب تقام قليل الانجاب. شنو اين المشكل لنا؟ ماهيش نجاوبوك توت سويت سي محمد، وشكرا لك على الاتصال مره اخرى. كيفاش نجمو نجاوبو سي خليل؟ هذول الجواب يتوجدوا اكثر في العالم السوسيولوجي في عالم الرياضه حسب رايي. دونك خليك انت تجاوب عليه خاطر انا ما عنديش معلومه. قالك النساء البدينات الحضريات الخصوبه نتاعهم اقل من نساء البدينات في الريف. علاش حسب رايك؟ والله هو معناها طرح حقيقه ثم طلب اجابه على الحقيقه. هي بيدها الحقيقه هذه هي بيدها محل شك. يعني منين جابها المعطى هذا اصلا؟ يعني معناها بالنسبه لاني فما ارقام فما احصائيات فما دراسه تقول كون المراه اللي بصحتها في الريف تجيب اكثر من المراه. سمحني خلينا هو نمط الحياه هو اقل واقل استريس ربما. لا لا ربطها ممكن مع خاطر احنا معروفين تجيبها في الريف نسبه الانجاب معناها عدد الابناء يكونوا اكثر من خاطر خاطر في المدينه نمط الحياه والدنيا غاليه وكرا وكذا. يقول لك نجيب زوز يزي في الريف عايش في معناها مرتاح شيخ. يقول لك نجيب اربعه ما عندها حتى علاقه بالسمنه. توا في كلمتين كيفيه الوقايه من السمنه على خاطر وقت البرنامج أشرف على الانتهاء. الوعي الوعي معناتها نقولوا ديما نرجعوا كيفية الوقاية ديما الحملات التحسيسية ويكون واحد عنده وعي باش ياخذ لا ديستانس معناتها مع اللي يشوف فيه في الـ في الـ في الـ في, في التلفز وفي لي برودوي معناتها اللي يبيعوا لنا فيهم. دونك يعرف اللي هذاك امور نتاع ماركتينغ وراهو تغيير نمط الحياه بطريقه طبيعيه هي اللي تنجم تخلي الانسان في صحه جيده وفي مظهر جيد. خليل الرياضة نمط حياة سليم والإيمان اللي الناس قادرين باش يعملوا شيء هذا. سامي على مستوى الفرد التوعية شنو ناكل وكيفاش ناكل وقتاش ناكل، وعلى مستوى الدولة يعني دعم المنتوجات الصحية. القضية راهي مش قضية سمنة بقدر ما هي قضية أكل صحي وبرنامج صحي. حنين انا لا وعي لنا مطلع عقليه لا عزيمه ثم كل ناحيهم. انا نحب نشكر دكتور منير باش تحلي عطاني معناها شجعني وعطاني ثقه وعطيته ثقه باش عملت لوبيراسيون باش تو وليت ناكل بشويه بشويه. اما ذوك اللي كنتوا تحكيوا فيهم ما نحبش نكذب على روحي وعلى بيت تفرج عليا ما عندي بهم حتى علاقه. كان ما شكمتش المعده راني تو ما زلت هكا. ما تسمعوش كلام حنين راهو انا نقول لكم العزيمه والعزيمه ثم العزيمه. يعطيكم الصحه كمان. نحب نسلم على امي وبابا ودارنا اللي حملوني بعد لوبيراسيون خاطر تعبتهم شويه واختي. سامحوني سامحوني سامحوني. يعطيكم الصحة شكرا لكم الناس الكل. كما قلنا العزيمة راهو الحكاية تبدا بالعزيمة وحد شيء ما وسعيد بالتوفيق للناس الكل. هكا نخلطوا لنهاية هذا الموعد. نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية كيف العادة في نفس الموعد وعلى نفس القناة. إلى اللقاء.